بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلابنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل المحاضرة اللي فاتت في اللي إحنا حطيناها على الإليرنج بتاعت الألدهايد والكيتون اللي هي الكربونيل كومباوندز. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت على إزاي نعمل نمركليتشر للألدهايد أند الكيتون سواء كان اليفاتيك اور اروماتيك، واتكلمنا على طرق ديفرنت ميثود اوف بريباريشن اور سينثيسيس، طرق التحضير المختلفه، واتكلمنا على ازاي نسمي الالدهايد، ازاي نسمي الكيتون، ازاي لما يكون عندي سايكل والكايل جروب بقول على الالدهايد او الكيتون الجروب بقول عليها ايه، والكلام ده كله شرحناه بالتفصيل. واتكلمنا بعد كده ازاي احضر الايه الالدهايد والكيتون، وكان كله في الغالب عن طريق عمليه الريدكشن للاسيد او الاسيد ديريفاتيف سواء كانت الاستر او الاسيد كلورايد او الاسيد نيترايل. الكلام ده كله عن طريق ان انا كنت بستخدم ريديوسنج ايجنت له الباور بتاعته قليله، زي زي ما اتكلمنا على الدايبال اللي هو داي ايزوبيوتيل الومنيوم هيدرايد اور الليثيوم ترايد تيرشري بيتوكسي الومنيوم هيدرايد، عشان الراجل ده فيه هيدرايد واحده فقط فريديوسنج باور بتكون قليله، عشان كده ريديوسنج باور بتاعته بتقول عليها ان هي ويك ريديوسنج باور، لان كنت عايز التفاعل فقط يقف عند تكوين الالدهايد، لان لو استخدمت سترونج اوكسيد ريديوسنج ايجنت كان هيحصل له كونفرشن للالدهايد اللي هيتكون ويتحول الى الالكول. النهارده ان شاء الله اتكلمنا برضو على الرياكتيفيتي بتاعه الالدهايد والكيتون سواء كانت اليفاتيك او اروماتيك، وقلت ان انا عندي في تو فاكتورز بيأثروا في الموضوع ده اللي هو الالكترونيك افكت والاستريك افكت. الالكترونيك افكت قلت كل ما كان عندي الكربون بتاعه الكربونيل جروب هايلي الكتروفيلك كل ما كان الرياكتيفيتي بتاعته هتكون عاليه جدا بالنسبه للالكتروفيلك اروماتيك سبستيتيوشن. يبقى لو في عندي الكايل جروب او اروماتيك جروب اتاتشت بالكربون سواء كان في الكيتون او في الالدهايد او في الاروماتيك كيتون او الاروماتيك الدهايد، كل ما كانت المجموعه بلقي كل ما هتعمل كراودنس فتعمل زحمه حوالين الالكتروفيليك كربون بتاعه الكربونيل جروب، فالنيوكليوفايل عشان يجي يعمل عليها اتاك هيبقى فيه مشكله. فكل ما كانت الجروب اللي ماسكه في الكربون ديت صغيره جدا، زي قلنا زي الفورمالدهيد اللي قدامنا ده اول واحد ليه؟ لان عنده تو هيدروجين صغيرين، فالنيوكليوفايل لما يجي يتفاعل هيلاقي الطريق مفتوح قدامه ما فيش فيه اي مشاكل، يبقى ده اللي هو الاستريك افكت. ثاني حاجه التاثير الثاني نتيجه بقول عليه الالكترونيك افكت، الالكترونيك افكت عن طريق البوزيتيف اندكتيف افكت. بوزيتيف اندكتيف افكت يعني في عندي جروبس بقول على الكترون دونيتنج، الكترون دونيت. فالالكايل جروب زي ما احنا عارفين من سنه اولى من الانتروداكشن ان هي في غالب الامور لها بوزيتيف اندكتيف افكت. يعني ايه لها بوزيتيف اندكتيف افكت؟ يعني بتدي الكترونات للالكتروفيل الكربون بتاعه الكربونيل جروب، يعني معنى ذلك البوزيتيف تشارج اللي موجوده على الكربون بتاعه الكربونيل جروب هتقل. انا عايز النيوكليوفايل عايز كربون هايلي الكتروفيلك، عايزه الكترونات باي طريقه. فكل ما كانت حواليها مجموعه ساحبه للالكترونات الالكتروفيل الكربون اوف كربونيل جروب كل ما كان الرياكتيفيتي افضل. يعني انا لو استبدلت الهيدروجين بتاعه الفورمال دايت ده اللي هو عليهم بمجموعه ميثيل، بس الميثيل عباره عن تراي فلورو ميثيل سي اف 3، هيبقى اعلى من الفورمال دايت. ليه؟ لان هيبقى الكربون اتاتشد بثلاثه فلورو، الثلاثه فلورو هايلي الكترونيجاتيف لهم ماينس اندكتيف افكت عالي، فهيسحبوا الالكترونات. لو هي تراي فلورو ميثيل جروب موجوده هنا مكان الهيدروجين، فبالتاكيد هيسحب من مين اكتر؟ من الكربون بتاعه الكربونيل جروب، فبالتالي الالكتروفيليست بتاعتها هتكون عاليه جدا. وبناء عليه قلت ده اللي هو ادا اروماتيك اروماتيك كيتون في اثنين مجموعتين ممكن يكونوا بنزين المجموعتين دولت او اي حاجه اي مجموعه اروماتيك من اللي احنا خدناها في الاروماتيست، فبالتالي هتبقى بالكنس علاوه على ان يبقى ده الاستريك هندرانس مشكله المجموعه كبيره، علاوه على ان البنزين جروب ده او الفينيل جروب لما ديت هيبقى عليها بص في تشارج حلقه البنزين جواها الكترون اللي هم الثلاثه باي بوند هتعمل ايه؟ يحصل لهم اوفرلابنج ويروحوا للايه؟ للكربون اللي عليها بص في تشارج، والبص في تشارج تتنقل من الكربون بتاعت الكربونيل جروب الى داخل حلقه البنزين، يبقى النت ريزلت ايه؟ النت ريزلت ان البص في تشارج اللي موجود على الالكتروفيل الكربون بتاعت الكربونيل جروب هتقل. انا عايز الشحنه الموجبه على الكربون تكون عاليه وثابته بحيث ان النيوكليوفايل لما يجي يعمل اتاك عليها يلاقيها، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل المره اللي فاتت بالظبط. يبقى ده اللي هو الجنرال ميكانيزم بتاع احنا هنتكلم النهارده على النيوكليوفيليك اديشن رياكشن. نيوكليوفيليك يبقى نيوكليوفايل هيعمل اديشن على مين؟ على الالكتروفيليك كربون بتاعه الكربونيل جروب سواء كانت اليفاتيك او اروماتيك، سواء كانت اليفاتيك او ايه او اروماتيك، سواء كان الدهايد او ايه او كده. يبقى انا عندي ده النيوكليوفايل، النيوكليوفايل يا اما عليه لون بير من الالكترونات يا اما عليه كومبليت نيجاتيف تشارج، هيعمل ايه؟ انا قلت زي ما قلت عندي ديت
بولر كوفالنت بولر بوند. الاكسجين بتسحب الالكترونات، يبقى الكربون ديت عليها بارشال بوزيتيف تشارج نتيجه لوجود الماينس ميزومريك افكت اللي ناشئ عن تكوين ان عندي الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف، وبقول عليه ميزومريك ليه؟ لان انا في عندي باي بوند سهله الحركه. انا قلت في الميزومريك افكت يبقى في عنده كومبليت ترانسفير للالكترون، فمين اللي هيبقى سهل ان هو يتحرك؟ هل السيجما بوند اللي موجوده عندي ديت ولا الباي بوند؟ طبعا الباي ايه؟ الباي بوند. فهتبقى لما يعمل النوكلوفال اتاك على الالكتروفيليك كاربون بتاعت الالدهايد او الكيتون، الباي بوند هتتحرك على مين؟ على الاو، ويمسك في الكربون هنا مين؟ النيوكلوفايل السالب، يبقى السالب بيروح للموجب، الاو هيبقى عليها نيجاتيف تشارج، وزي ما قلت قبل كده بيبقى عندي كربون واتاتشد باكسجين والاكسجين عليه كومبليت نيجاتيف تشارج، بقول عليه جنرالي الكوكسايد. الكوكسايد الالكوكسايد ده هايلي بيزك، هايلي بيزك عليه كومبليت نيجاتيف تشارج زي ما احنا عارفين من سنه اولى، فسهل جدا هنلاقي كل التفاعلات الاو بتاعت الكربونيل جروب اللي موجوده عند سواء اليفاتيك اروماتيك سواء كانت الدهايد سواء كانت كيتون، الاو دي هتبقى عليها نيجاتيف تشارج وتحول لالكوكسايد، بعد كده تاخد بروتون من الميه من الميديا اللي موجوده عندي، لو هي اسيدك ميديا حتى لو بيزك ميديا برضه هتاخد هيدروجين اس بروتون وتتحول الاخر الاو الى او اتش. يبقى انا عندي كل التفاعلات اللي هنقول عليها دلوقتي هتبقى نفس النمط ده الميكانيزم بتاعها. نيوكلوفايل يعمل اتاك على الحاجه، يبقى السالب يعمل اتاك على الموجب. الموجب ده اتاتشد بالاكسجين، الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف، لما ديت النيوكلوفايل عمل اتاك على الكربون، بقى الكربون كده حواليه كام بوند؟ واحد اثنين وثلاثه من النيوكلوفايل واثنين كمان، فمستحيل يبقى الكربون خماسي، فالباي بوند ديت لازم تطلع على مين؟ هتروح على الاو، تتحول الى الالكوكسايد، وده النيوكلوفايل مسك في مين؟ مسك في الكربون. والكوكسات بعد كده يحصل بروتونيشن للاو تتحول الى او اتش، كل التفاعلات هتبقى بنفس النمط مع تغيير فقط نوع النيوكلوفايل بس. وهنا زي ما انت شايف هناك احنا قلنا هنا نوع الهايبرديزيشن بتاع الكربون ايه؟ اس بي 2 هايبرديزد كربون، هتتحول الى مين؟ الى اس بي 3، لان انا عندي هنا الكربون بقول عليه تترا هيدرال انترميديت رباعي الاضلاع، انما هنا تريجونال زي ما قلنا في سنه اولى. يبقى في عندي هنا دبل بوند زيها زي بتاع الالكين بالظبط، يبقى ده نوع التهجين للكربون هنا اس بي 2، الكلام ده شرحناه المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، اتحول الى كربون ايه؟ اس بي 3، لان ما فيش عندي هنا اي دبل بوند والكربون هنا تترا هيدرال انترميديت وحواليها اربعه ايه؟ اربعه بوند. نيجي برضو نرجع للانترودكشن بتاعت سنه اولى واقول النيوكلوفايل اعرفه الاول، لان اغلبيه النيوكلوفايل ديت هي دي اللي هنستخدمها في الرياكشن اللي هو اول ده نوع من انواع التفاعلات اللي بتتم على الكربونيل كومباوند عموما اللي هي النيوكلوفيليك اديشن رياكشن، يعني انا النيوكلوفايل بضيفه زي ما قلت في الجنرال ميكانيزم اللي فات ده السلايد اللي فاتت ديت، ما بقى فيش حد طلع ولا حد انا بس كل اللي ما هنالك ايه اللي حصل؟ بقول اديشن ليه؟ لان النيوكلوفايل اديشن على الالكتروفيليك كربون والاو اتحولت لاو اتش، حصل عندي سبستيوشن، ما فيش حد خرج كلهم موجودين. حد ممكن يسال سؤال، طب يا دكتور ده ما حصلش عمليه سبستيوشن ليه؟ لان لو قلت لو دي ميثايل مثلا او دي هيدروجين او دي هيدروجين ودي هيدروجين، دول بقول عليهم بور ليفنج جروب، يعني مجموعه صعبه الخروج ان هي تسيب الكربون وتمشي، لان الميثيل اللي هنا ديت عشان تخرج از جود ليفنج جروب هتخرج على هيئه ميثايل عليها نيجاتيف تشارج، وده صعب جدا انستابل. لو دي هيدروجين هيخرج هياخد الرابطه ويمشي، هيبقى هاز هيدرايد، صعب جدا ان هو يخرج، فعلشان كده التفاعل فقط حصل از ايه؟ از اديشن رياكشن، بقول عليه نيوكلوفيليك اديشن رياكشن، نيوكلوفايل عمل اتاك على الكربون ومفيش حد خرج ولا اي حاجه، كل ما هنالك النيوكلوفايل ادد للالكتروفيليك كربون اوف كربونيل جروب اوف كربونيل جروب، والاو اتحولت الى الكوكسايد، الاو على كومبليت نيجاتيف تشارج، تاخد الهيدروجين البروتون من اي مكان وتتحول الى او اتش. ادا نوع ادا النيوكلوفايل، النيوكلوفايل عندي زي ما قلت ده نيجاتيفلي تشارجد اتوم، سواء كانت عليها كومبليت نيجاتيف تشارج زي الهيدروكسايد زي الهيدرايد لسه بقول اهو صعب انه يخرج از جود ليفنج جروب، الهيدرايد ده الهيدروكسيد ده ممكن اضيفه على الالكتروفيليك كربون بتاعت الكربونيل جروب عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا عندي صوديوم هيدروكسيد والتفاعل يكون بيتم فيه بيزك ميديا. هيدرايد بيجي منين؟ ليثيوم الومنيوم هيدرايد ريديوسنج ايجنت، صوديوم بورو هيدرايد، الكربونايل كربون وعليها نيجاتيف تشارج، قلت كربون عليها نيجاتيف تشارج تيجي منين فقط؟ لما يكون عندي حاجه قلناها السنه اللي فاتت حاجه اسمها الاورجانو ميتاليك ريجنت، اورجانو ميتاليك ريجنت يعني كربون اتاتشد بميتال، الميتال طبعا ممكن يكون ماجنيزيوم زي جرينرد ريجنت، ممكن يكون ليثيوم، ممكن يكون بوتاسيوم، ممكن يكون صوديوم، كل الميتالز ديت كلها والفلزات دي كلها هاي لو الكترونيجاتيف جدا عن مين؟ عن الكربون،
يعني لو جيت ابص مثلا حاجه، بص الاقي الكربون فرق بينه في السلبيه الكهربيه وبينه نوع، اي نوع من الميتال اللي موجوده عندي ديت، ممكن يكون حوالي 1.5. فطبعا الكربون هنا بتكون هايلي الكترونيجاتيف بناء على الحاجه اللي ماسكه فيها اللي هي الميتال، سواء كان صوديوم بوتاسيوم. فالمركبات دي بيقول عليها الاورجانو ميتاليك ريجنت، ممكن تطلع لي او تعمل لي برودكشن للكربون از كربوناين، از ايه از كربوناين، وبالتالي يشتغل از سترونج نيوكلوفايل. الالكوكسايد زي ما قلت كربون وماسكه في او، والاو عليها نيجاتيف تشارج بيقول عليه الكوكسايد. السيانايد السي مثلا عندي بوتاسيوم سيانايد او الهيدروجين سيانايد، بيديني السيانو جروب السيانايد ايون، سيانايد ايون الكربون عليها نيجاتيف تشارج لان الرابطه اللي كانت موجوده في سواء في بوتاسيوم سيانايد او الهيدروجين سيانايد رابطه ايونيك بوند، فبيديني الهيدروجين از بروتون او او الصوديوم او البوتاسيوم از كاتايون، ويديني السيانايد از انايون، واحنا عارفين الانايون يعني عليه نيجاتيف تشارج موجوده على الكربون. دي كلها بقول عليها ايه نيجاتيفلي تشارج نيوكلوفايل، يعني نيوكلوفايل عليه كومبليت نيجاتيف تشارج. في عندي نوع ثاني من النيوكلوفايل اسمه نيوترال نيوكلوفايلز. نيوترال نيوكلوفايلز يعني ايه؟ يعني ربنا خلقه عليه لون بير بقول عليها نون بوندنج الكترون او الان شيرد الكترون موجوده على الاتومز اللي موجوده عندي، زي مثال الووتر، الووتر بستخدمه از نيوكلوفايل. الالكول ار او عليها لون بير من الالكترون زيه زي زي الووتر بالظبط. الامونيا عليها لون بير من الالكترون. النيتروجين لما اتكلمنا في الامينز وبناء على الامينز احنا قلنا كل الامينز يعتبر مشتقات ديريفاتيفز من الامونيا، زي البرايمري امين زي السكندري امين، وهنشوف التفاعلات دي النهارده. يعني النهارده يبقى هناخد الهيدرو ازاي الهيدروكسيد زي الهيدرايد ازاي، ده جرينارد ريجنت او الاورجانو ميتاليك ريجنت لما يكون ده اتاتشد بميتال. السيانايد الووتر الالكول الامونيا البرايمري امين السكندري امين، هنشوف الحاجات دي، وفي حاجات الامينز والحاجات دي هنلاقي نفسنا احنا كنا شارحينها في الايه في الشابتر او في الكلاس بتاع الايه بتاع الامينز. اول حاجه عندي النهارده هقولها اللي هو ايه، لما بعمل عمليه من التفاعلات ريدكشن للالكول، هعمل ريدكشن للالكول لما اعمل عمليه اختزال للالكول. اختزال للالكول هيتم عندي عن طريق حاجتين، عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين، بستخدم كاتاليتيك ريدكشن، يعني بجيب الهيدروجين جاز في وجود البلاديوم في وجود النيكل بقول عليه كاتاليتيك ريدكشن، او في وجود حاجه اسمها الهيدرايد ريدكشن، صوديوم بورو هيدرايد ليثيوم بورو هيدرايد، اي حاجه فيها سورس للايه للهيدرايد. زي ما احنا عارفين ديت الالدهيد جروب سي دبل بوند او اتش، ما دام متصل اتليست ب 1 اتش يبقى ده بقول عليه الدهايد. وطبعا ده اليفاتيك لان لنا الادي الاليفاتيك تشين اللي موجود عندنا، ما فيش عندي حلقه بنزين ولا اي حاجه خالص، يبقى ده ايه اللي هيحصل؟ كان بالظبط السي دبل بوند او بعمل عمليه ريدكشن، يعني بضيف اديشن اوف هيدروجين، يبقى هضيف هيدروجين على الكربون هذه وهيدروجين على الايه؟ على الاكسجين، يبقى تتحول الى سي اتش، وطبعا الباي بوند هتروح على الاو وتاخد كمان اتش تتحول الى سي اتش 2 او اتش، مش ده عند اتش وضفت هنا كمان اتش يبقى بقت سي اتش 2، والباي بوند ديت راحت على الاو اتحولت، وفي الاخر الاو بتحول يمين الى او اتش على طول. اي كربونايل اوكسجين هلاقيها بتحول الى او اتش في كل التفاعلات اللي هي نيوكليوفيليك اديشن رياكشن. يبقى اول حاجه الريدكشن كاتاليتيك ريدكشن، ممكن صوديوم بورو هيدرايد بستعمل ريدكشن بالهيدرايد، وممكن الهيدرايد طبعا اول خطوه، ده انا خطوه بعمل عمليه الهيدروليسيس في اسيدك ميديا علشان يبقى سورس لمين؟ سورس للهيدروجين اللي يحول للراجل ده هو از ايه؟ از او اتش، زي ما احنا عارفين صوديوم بورو هيدرايد سواء كان الدهايد سواء كان كيتون، يبقى ده هيتحول الى ايه؟ يبقى الهيدرايد عليه نيجاتيف تشارج يعمل اديشن هنا على الالكتروفيل الكربون، الباي بوند تطلع على الاو يبقى عليها نيجاتيف تشارج، الووتر في وجود الاسيدك ميديا تبقى سورس ليه؟ للالكوكسايد، ده هيروح يعمل عليه بروتونيشن تتحول الى او اتش. ده بايه الفرق بين الاثنين الكاتاليتيك ريدكشن والهيدرايد ريدكشن؟ في الكاتاليتيك ريدكشن لو انا عندي الدهايد كونتيننج دبل بوند اللي هو بتاع الالكين، بتاع الالكين لما كنت بعمل لها ريدكشن السنه اللي فاتت كنت بحول الالكين لالكان، فهنا تحول الالكين هنا لو جيت ابص الدبل بوند اللي هنا راحت، يعني يبقى كان هنا سي اتش سي اتش بقت سي اتش 2 سي اتش 2، يبقى عملت ريدكشن للدبل بوند الكين بحوله لالكان. ده هنا في حاله الهيدرايد ليه ما حولش هنا فضلت الدبل بوند زي ما هي؟ لان طبعا الهيدرايد شحنته سالبه والدبل بوند شحنه سالبه، فما ينفعش السالب يروح يعمل ريدكشن لمين؟ للسالب. يبقى الكاتاليتيك ريدكشن يعمل ريدكشن لاي دبل بوند سواء كانت بتاعت الالكين او سواء كانت الدبل بوند سي دبل بوند او اللي هي الايه؟ اللي هي بتاعت الكربونايل كومباوند. يبقى انا لو انا عايز اعمل احافظ على الدبل بوند ديت تبقى موجوده عندي، اعمل كاتاليتيك ريدكشن ولا اعمل هيدرايد ريدكشن؟ لا اعمل هيدرايد ريدكشن. عاوز اعمل الاثنين للسي دبل بوند او
وعايز اعمل احولها لالكول واعمل الدبل بوند ديت، يبقى اعمل مين؟ كاتاليتيك ايه؟ كاتاليتيك ريدكشن. الكيتو نفس الكلام، فاللي خرج عندي هنا سواء في الكاتاليتيك ريدكشن او الهيدرايد ريدكشن بالنسبه للالدهايد، ده نوع الالكول اللي هنا، ده عباره عن ايه؟ اوكس الاو اتش متصله بكربون، والكربون ديت متصله بكربونه واحده، يبقى ده بقول عليه برايمري الكول. برايمري ايه؟ برايمري الكول. انما هنا ده كيتون ار سي دبل بوند او ار، طيب يبقى ده عباره الكيتون هعمل ايه؟ الاتش بتاع الهيدرايد نيجاتيف تشارج تعمل النيوكليوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون، الباي بوند تبقى على الاو تبقى از الكوكسايد زي ما قلنا في الجنرال ميكانيزم. الاو بعد كده تاخد من الووتر اللي عندي هيدروجين از بروتون تتحول لاو اتش، اللي خرج عندي ده سي اتاتشد باو اتش الكوهوليك ولكن متصله بكام كربون؟ ادي واحده من الار وواحده من الار باثنين كربون، يبقى ده بقول عليه سكندري الكول. يبقى انا عندي لما بعمل ريدكشن للالدهايد سواء كان اروماتيك او اليفاتيك بيديني برايمري الكول، برايمري الكول. انما الهيدرايد لما بعمل بوه ريدكشن للكيتونز بيديني مين؟ بيديني سكندري الكول، سكندري الكول. حاجات الناس تاخد بالها من الحاجات دي، تبقى الالدهايد برايمري الكول بالريدكشن، الكيتون يديني سكندري الكول، لان الاولاني بيكون الكربون اللي ماسكه في الاو اتش الفانكشن جروب اتاتشت بكربونه واحده، انما بتاع الكيتون الكربون اللي ماسكه في الاو اتش جروب بتاعه الالكول متصله باثنين ايه؟ باثنين كربون. والكلام ده برضو شرحناه السنه اللي فاتت في الجزء بتاع الالكول، ازاي احضر الالكول؟ بحضره من الالدهايد او الكيتون من الكربونيل كومباوند عن طريق ان انا اعمل لهم عمليه الايه؟ عمليه الريدكشن. تاني بعض الامثله على الالدهايد والكيتون، يبقى انا عندي كل اللي بعمله ليثيوم الومنيوم هيدرات يجي يتفاعل مع الراجل ده، الرسمه ديت هي الرسمه دي بالظبط، قلت دي البوند لاين ده اخونا 1 2 3 والدهايد يبقى اسمه بروبانال، بروبانال الرسمه ديت هي دي بالظبط للتوضيح، انما الرسمات ديت اللي هي الاوفيشال الناس كلها بتكتبها في المجلات العلميه وفي اي مكان، الكتابه بالطريقه ديت حاجه تعليميه، بس احنا كبرنا على الموضوع ده خلاص. يبقى الهيدرايد هيعمل ايه؟ يعمل النيوكليوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون اللي هنا بتاع الكربونيل جروب، الباي بوند تبقى على الاو تبقى از الكوكسيد او على كومبليت نيجاتيف تشارج، هتيجي تاخد من الميه او من الاسيديك ميديا اتش از بروتون تتحول لاو اتش، ده عباره عن الدهايد، يبقى اللي خارج عندي ده عباره عن برايمري الكول اسمه ايه؟ بروبانول، بروبانال يديني بروبانول. بعد كده عند الراجل اللي قدامنا ده اللي هو 2 ميثيل 3 بنتانون، 2 ميثيل 3 بنتانون 1 2 3 4 5، يبقى 2 ميثيل والبنتانون موجوده في البوزيشن 3، لو عديت من اليمين زي من الشمال هتبقى السي دبل بوند او في البوزيشن رقم 3، يبقى لازم اعد من اليمين هنا عشان ديت تاخد اقل ايه؟ اقل رقم، يبقى بقول عليه 2 ميثيل 3 بنتانون 3، بتقول ان الاون ديت الكربونيل جروب الكيتونيك موجوده في البوزيشن كام؟ على الكربون رقم كام؟ 1 2 3، عشان كده بقول 3 بنتانون. صوديوم بورو هيدرات او ليثيوم الومنيوم هيدرات خلاص عرفنا، يبقى الهيدرات دي تتحول الكربون تمسك في اتش والاو ديت هتتحول الى او ايه؟ الى او اتش. اللي خرج عندي ده عباره عن كيتون، يبقى ده عباره عن ايه؟ سكندري الكول. دي الكربون اللي هنا دي متصله بكام كربون؟ 1 2، يبقى ده عباره عن سكندري الكول اللي هو 2 ميثيل 3 بنتانول. ده الميكانيزم، احنا زي ما احنا قايلين ريدكشن كان بالظبط بضيف هنا هيدروجين وعلى الاكسجين هيدروجين وبكسر الباي بوند اللي هي سهله الكسر، ده النت ريزلت بتاع عمليه الريدكشن. الميكانيزم بيتم ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا شارحينه ده بالظبط، اول حاجه بعمل عمليه نيوكليوفيليك اديشن بالهيدرايد، قلت هيدرايد يعني الراجل عليه كومبليت نيجاتيف تشارج وحطيته في الاول خالص لما اتكلمت عن انواع النيوكليوفايلز. عليه كومبليت نيجاتيف تشارج يعني هو النيوكليوفايل عباره عن هيدروجين وعليه 2 الكترونز، الكلام بتاع الانترودكشن بتاع السنه اللي فاتت ايه هي النيوكليوفايل والالكتروفايل، يبقى يعمل نيوكليوفيليك اتاك، ده جاي منين؟ جاي من الصوديوم بورو هيدرايد او الليثيوم بورو هيدرايد، ده السور ده اللي هو السنتر بتاع الريديوسنج باور بتاع الراجل اللي بيعمل بيه عمليه الريدكشن اللي هو الهيدرايد، هيعمل نيوكليوفيليك اتاك على الكربون، الباي بوند تطلع على الاو يبقى عليه كومبليت نيجاتيف تشارج، يتحول الى التترا هيدرال انترميديت از الكوكسايد، كربون متصله باو والاو عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، يعمل بروتونيشن للاو تتحول الى او اتش. نفس الكلام اللي قايلينه بالظبط، ده لو عباره عن كيتون يبقى الراجل ده عباره عن سكندر الكول، كربون ديت اتاتش بكام كربون؟ اتاتش باثنين. ده كان هنا الكربون هنا زي ما قلنا في الجنرال ميكانيزم اس بي 2 اتحولت الى ايه؟ الى اس بي 3. لا الميكانيزم كله واحد. ممكن عندي نوع ثاني من الريدكشن اللي هو بقى لما خدناه في الالكان السنه اللي فاتت حاجه اسمها وولف كيشنر ريدكشن، كنت بقول عباره عن هيدرازين في وجود البوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو البيزك ميديا، كنت عايز اقول لما بحول الكربونيل كومباوند لالكان، أنا لو ديت عبارة عايز السي دبل بوند او ديت ودي ماسكة لو مثلا عبارة عن كيتون مش بنزاي مش حلقة بنزين، عبارة عن ميثيل مثلا، عبارة عن ميثيل، يبقى السي دبل بوند او بتتحول قلت بقول في كيشنر ريدكشن إلى ميثيلين جروب اللي هي سي اتش 2،
سي اتش 2 اللي هي ديت سي اتش 2. لو ما كان حلقه البنزين دي ميثايل يبقى الراجل اللي طالع عندي ده عباره عن ايه؟ 1 2 3 4 يبقى اسمه بيوتان، ده الالكان. هنا حلقه بنزين يبقى اسمه بروبل بنزين، بس كده بروبل بنزين. يبقى اقول في كيشنر ريدكشن ما بضيفش بقى هيدرايد او بقى زي كاتاليتر ريدكشن بضيف هنا اتش وبضيف على الاو اتش وتبقى تتحول الى سكندري الكول، لا السي دبل بوند او بتتحول الى ميثيلين جروب اللي هي سي اتش 2. كان بالظبط بحذف الدبل بوند او بحط محلها مين؟ 2 هيدروجين. يبقى السي دبل بوند او بتتحول الى سي اتش 2 وولف كيشنر ريدكشن. لو الناس رجعت الالكان بتاع السنه اللي فاتت او حاجه اسمها شرحناها كليمنسون ريدكشن، كليمنسون ريدكشن. تاني حاجه هنا ده الراجل ده سي دبل بوند او الدهايد، سي دبل بوند، انا قلت السي دبل بوند او في وجود الهيدرازين والبوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو وولف كيشنر ريدكشن، ايه اللي بيحصل؟ السي دبل بوند او بتتحول الى سي اتش 2 عليها ميثيلين جروب، ده بسي اتش 2 وكمان اتش يبقى اسمها ايه؟ اسمها ميثايل. الراجل ده اسمه ايه؟ لما خدنا الانترودكشن الكويز بتاع النهارده، لما اكون عندي الدهيد جروب سي دبل بوند او اتش ومتصله ب سايكلو الكان يبقى اسمه ده سايكلو بروبايل، يبقى اسمه سايكلو بروبان كاربالدهايد، سايكلو بروبين كاربالدهايد. يبقى تحول السي دبل بوند او الى سي اتش 2 مع الاتش تحول الى سي اتش ايه، تحول الى سي اتش 3. يبقى ده اللي طلع عندي ده اسمه ميثيل سايكلو بروبين، كانه بالظبط كانه عباره عن سايكليك ايه، سايكليك الكان. يبقى في الحاله ديت وولف كيشنر بيتحول السي دبل بوند او لسي اتش 2، الكلام ده يعني قلت لا بحسن. وفي الحاله ديت بستخدم في عندي ريجنت اللي هو الداي ميثيل سلف اوكسايد، بستخدمه في التفاعل دوت عشان التفاعل دوت يتم ات روم تمبرتشر. يعني لو ضفت له الداي ميثيل سلف اوكسايد الريجنت ده بيخلي التفاعل دوت ما هو يتم عند درجه حراره عاليه جدا، بيتم عند درجه حراره الغرفه ات روم تمبرتشر. نيجي بعد كده بقى من الرياكشن، انا قلت بستخدم الووتر، الووتر بستخدمه از نيوترال نيوكلوفال نتيجه لوجود الانشير او النون بوندنج الكترون اللي موجودين عليه اللي هو الزوج من الالكترونات الحر اللي مش عامل بوند. التفاعل دوت ممكن يتم في وجود الاسيد او البيز، ممكن يكون في اسيدك ميديا او موجود في بيزك ميديا. فالجنرال ميكانيزم ان انا لما اضيف ميه عمليه اديشن اوف ووتر ده اسمها ايه؟ اسمها هيدريشن، اسمها عمليه هيدريشن. يبقى كده بقول جنرال هيدريشن رياكشن، جنرال هيدريشن رياكشن. ايه اللي هيحصل؟ نفس الميكانيزم بالظبط، ادى الاو اتش المحصله النهائيه مين؟ الكربون. هنا عليها ايه في الكربونيل جروب؟ عليها بوصف ولا نكف؟ عليها بوصف. يبقى هنا مين اللي هيجي؟ لو قسمت الووتر ده الى او اتش واتش يبقى السي ديت هيمسك فيها او اتش والاو ديت هيمسك فيها ايه؟ اتش. وطبعا الباي بوند بتروح على مين؟ بتروح على الاو. يبقى النتيجه عندي على طول سي هنا وماسك فيها او اتش والاو ديت اتحولت الى ايه؟ الى او اتش. نشوف ازاي التفاعل ده. الناتج ده اسمه جيم دايول. جيم دايول يعني ايه؟ جيم دايول يعني في كربون عندي عليها 2 هيدروكسيل جروب وعلى كربون واحده. في عندي حاجه اسمها جيم وحاجه اسمها فيسينال دايول. جيمينال دايول اللي هي كربون عندي موجود عليها 2 هيدروكسيل جروب، كربون واحده. انما لما خدنا في الالكين السنه اللي فاتت الناس لو ترجع للالكين حاجه اسمها فيسينال دايول، فيسينال ده يعني 2 هيدروكسيل جروب جنب بعض بس كل واحده على كربون. يعني يبقى عندي هنا كربون زي اللي موجوده عندي ديت وهنا ديت مثلا هنا كمان كربون، الكربون ديت عليها او اتش والكربون ديت عليها او اتش بالظبط زي الاسيلين جلايكول اللي هو الاسيلين عباره عن سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش. انما هنا لما يبقى الكربون عليها 2 هيدروكسيل جروب على كربون واحده بقول عليها جيمينال دايول، جيمينال دايول. يبقى في عندي التفاعل ده ممكن بقول عليه كان بروديوس او كان يحصل له عمليه ان هو يحصل له تيك بليس في البيزك ميديا او الاسيدك ميديا. يعني نيجي نشوف الاول لو عندي بيز كاتالايزد ميكانيزم. طبعا انا عارف ان الووتر بقول عليه نيوترال نيوكلوفايل ويك نيوكلوفايل ما يقدرش لوحده. فايه اللي بيحصل؟ لو انا عندي في بيز كاتالايزد كاتاليست في التفاعل ده بيز عند قاعده ايه اللي هيحصل؟ القاعده الاو اتش ديت جايه مثلا من حاطط في الميديا صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، الاو اتش ده هتروح على مين؟ نيجاتيف تشارج. هتروح على مين؟ هتروح على الكربون الالكتروفيليك كربون عليها بارشال بوست في تشارج نتيجه الماينس ميزوميريك افكت الاكسجين هاي الالكترون. الكلام اللي الواحد لسانه تعب من كتر الكلام فيه. يبقى الاو اتش هتروح على الكربون تحول لاو اتش، الباي بوند هتروح على الاو بقى الكوكسايد عليها نيجاتيف تشارج. اللي عليها نيجاتيف تشارج ده هيحصل لها ايه؟ هتاخد الاتش من الايه؟ من الووتر تتحول الى او ايه؟ الى او اتش. ادي كل الايه؟ كل الميكانيزم، كل التفاعل طلع عندي اللي هو جي من الايه؟ جي من الضيول. بس كده. اجي بعد كده يبقى المحصله النهائيه سواء كان في اسيدك او بيزك ميديا بيديني في الاخر كربون عليها 2 هيدروكسيل جروب اللي هي جي من الضيول. اجي لو عندي اسيد كاتالايزد ميكانيزم، يعني حاطط
دروبس من الاسيد، بحيث ان الميديا اللي عندي اسيدك. الاسيد ده سورس للايه؟ للبروتون اتش عليه بوزيتيف تشارج، ده بدا اتش عليه بوزيتيف تشارج لما يجي يتفاعل اللي عليه بوزيتيف تشارج ده، يعني راجل الكتروفيليك هيروح للكربون اللي عليه بوزيتيف تشارج ولا يروح للاكسجين اللي عليه نيجاتيف تشارج؟ هيروح للاكسجين اللي عليه نيجاتيف تشارج. قلت الهيدروجين لما بروح على حاجه عليها لون بير من الالكترون اللي موجودين على الاكسجين بتاعت الكربونايل جروب، يبقى العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه بروتونيشن. لما اعمل اديشن للهيدروجين از بروتون على اي هيترو اتوم عليها لون بير من الالكترون زي الاكسجين، يبقى دي اسمها عمليه بروتونيشن. ضفت بروتون، طب خلاص ادى البروتونيشن، ضفت البروتون هنا خلاص اهو الشكل ده كده، كان الاكسجين فقدت لون بير من الالكترون الموجودين عليها فتحولت الى او اتش بقى عليها لون بير واحد فقط، فعليها بوست في تشارج. ليه؟ كانها فقدت زوج اللون بير ده الحر ده بقى عليها بوست في تشارج. هتعوضها منين؟ هتاخد الباي بوند اللي موجوده بينها وبين مين؟ وبين الكربون. يبقى الكربون الشحنه الموجبه اللي كانت على او اتنقلت على مين؟ اتنقلت على الكربون، بقى الكربون عليه كومبليت بوست في تشارج. والاو رجعت اللون بير من الالكترونات اللي عليه. ايه الخطوه اللي بقى دلوقتي؟ بقى الكربون عليها كومبليت بوزيتيف تشارج، يعني كده الكربون ناقصها بوند، ما بقولش لا بارشال بوزيتيف ولا بارشال يحزنون، ده عليها كومبليت بوزيتيف تشارج. علشان كده يجي بقى في الحاله ديت الوتر على بعضه اللي هو ويك نيكلوفايل، بيعمل نيكلوفيليك اتاك او نيكلوفيليك اديشن على الالكتروفيليك كربون هذه اللي عليها كومبليت بوزيتيف تشارج. هيخش الوتر كله على بعضه باللون بير من الالكترون اللي موجوده على الان اللي موجوده على الاكسجين، ديت السنتر بتاع الايه؟ النيجاتيف تشارج او السورس بتاع النيجاتيف تشارج اللي هو اللون بير من الالكترونات اللي موجوده على الاكسجين. هتتحول الى ايه؟ او اتش 2 كده. الاو هي اللي فقدت الالكترونات بتاعه الوتر بعد ما عملت اديشن على الالكتروفيل الكربون بتاعه الكربونايل جروب. هتعامل ايه؟ هتفقد واحد من الهيدروجين ده عشان تعوض اللون بير اللي فقدته، وتتحول الاو اتش 2 تتحول الى او ايه؟ الى او اتش. النت ريزلت كان عملت ايه؟ عملت اديشن، ادي عندي او اتش مره وعندي هنا او ام اتش او اتش مره على كربون واحده، يبقى ده بقول عليه جيمينال دايود. يبقى في عمليه البيز كاتالايزد ميكانيزم، يبقى البيز الاول بدل الراجل السالب ده يروح يعمل اتاك على مين؟ على الالكتروفيل الكربون، وبعد كده الاو ديت على نيجاتيف تشارج تاخد ميه من هيدروجين منين؟ من الووتر. الكوكسيد هايلي بيزك، هايلي بيزك عليه كومبليت نيجاتيف تشارج، علاوه على اللون بير من الالكترون اللي موجود على مين؟ اللي موجودين على الاكسجين. اجي هنا انا هعمل اسيد كاتالايز، هيبقى هو الكاتاليست عند الحمض، الحمض ده بيطلع لي اتش اس بروتون عليه بوزيتيف تشارج، يبقى يروح يعمل اتاك على مين؟ هيروح على الكربون الكلوروفيليك اللي زيه ولا يروح على الاكسجين اللي عليه الكترونات وعليه شحنه سالبه؟ يروح للراجل اللي عليه لون بير من الالكترون، هيعمل عليهم بروتونيشن. كده اضطرت الاكسجين ان هي هايلي الكترون نيجاتيف عن الكربون بتاعت الكربونيل جروب، تاخد الباي بوند، فبقت الكربون عليها كومبليت بوزيتيف تشارج. فكده عرضه ان هي تتفاعل مع اضعف نيوكلوفايل، اضعف نيوكلوفايل تتفاعل معاه زي الووتر باللون بير من الالكترون اللي موجودين عليه. بعد كده الووتر عايزه تعوض اللون بير اللي كانوا موجودين على الاكسجين، هتفقد واحده من الاثنين هيدروجين دول از ايه؟ از بروتون ناقص اتش از بروتون اللي جاي من الووتر، وتبقى عند مين؟ الجيمينال دايول. اجي بعد كده مثال ثالث، يبقى انا كل اللي بعمله الكتروفيل الكربون نيوكلوفايل يعمل اتاك عليها، والاو بتاعت الكربونيل جروب تبقى از الكوكسايد تتحول لاو اتش، نفس الجنرال ميكانيزم اللي قايلينه في الاول بالظبط بتاع النيوكلوفيليك اديشن رياكشن. هنا عندي ده سايكلوهكسايل ماجنيزيوم كلورايد، بقول اعمل هنا التفاعل، نوع تفاعل جديد جرينردري ايجنت، قلت جرينردري ايجنت عندي كربون اتاتشت بميتال اللي هو المغنيسيوم هالايد، الكربون هايلي الكترونيجاتيف عن المغنيسيوم، يبقى في الحاله ديت الكربون هنا كان المغنيسيوم ديت بقول لا عليها بارشال بوزيتيف تشارج، والراجل ده عليه بارشال نيجاتيف تشارج از نيوكلوفايل، از نيوكلوفايل هيعمل اتاك على مين؟ على الالكتروفيل الكربون بتاعه الفورمالدهايد، ده عباره هيبقى التفاعل سريع جدا لان الفورمالدهايد عرفنا ليه الرياكتيفيتي بتاعته ممتازه. يبقى الراجل ده اعمل نيوكلوفيليك اتاك هنا، يبقى الباي بوند هتروح على الاو يبقى عليها نيجاتيف تشارج، تاخد من الووتر تاخد اتش اتش از بروتون تتحول لاو اتش، يبقى الراجل اللي هيخرج عندي ده عباره عن ايه؟ عباره عن برايمري الكول اسمه سايكلوهكسايل ميثانول، مش الميثانول سي اتش 3 او اتش، كان استبدلت اتش من الميثانول بمجموعه ايه؟ سايكلوهكسايل، وكنت بادئ بمين؟ سايكلوهكسايل ماجنيزيوم كلورايد او سايكلوهكسايل ماجنيزيوم برومايد، اي اورجانو ميتاليك ريجنت عندي ميثيل ماجنيزيوم كلورايد، ايثيل ماجنيزيوم كلورايد، اي الكايل جروب مش لازم سايكلوهكسايل. مجموعه زي ديت ده مجموعه زي ديت كده، ده كيتون اهو سي دبل بوند او سايكليك كيتو، اتفاعل مع الميثيل ماجنيزيوم ايودايد، ميثايل ليثيوم، ميثايل ماجنيزيوم، ميثايل، يعني اي الكايل جروب اتاتش بميت مش لازم يكون ماجنيزيوم. دي بقول عليها كومباوند، دي كلها بقول عليها اورجانو ميتاليك كومباوند، اورجانو ميتاليك كومباوند.
يبقى انا عندي هنا الكربون عليه، قلت عليه ايه؟ عليه بارشال نيجاتيف تشارج لانه هايلي الكترونيجاتيف عن المغنيزيوم، يبقى الراجل ده يعمل نيكلوفيليك اتاك على مين؟ على الالكتروفيل الكربون اللي هنا، يبقى الميثيل هتمسك في الكربون ديت، يبقى الباي بوند تطلع على الاو، يبقى عليها هتبقى از الكوكسايد، نفس الجنرال ميكانيزم، الاول از الكوكسايد تاخد هيدروجين از بروتون من الووتر او الاسيفايد ووتر تتحول لاو اتش. ده بان الميديا عندي الاسيفايد ووتر فيها اتش 2 اس او 4. اتش 2 اس او 4 ده الراجل اللي طلع عندي ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيرشري الكول، عباره عن تيرشري الكول مش الكربون ديت المتصله بالاو اتش. عندي هنا كربون، عندي هنا كربون، عندي هنا كربون، يبقى ده بقول عليه تيرشري ايه؟ تيرشري كربون، تيرشري الكول. ده بالتيرشري الكول ده لما او الالكول عموما لما اعمل له عمليه ديهايدريشن، عارفين السلفوريك اسيد بيعمل عمل ديهايدريشن. خدنا السنه اللي فاتت في الرياكشن بتاعه الالكول او في البريباريشن بتاعه الالكين، قلت بقى بعمل عمليه ديهايدريشن للالكول بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى الالكين في وجود الاسيدك ميديا زي الاتش 2 اس او 4. فانا عندي هنا الاتش هتطلع لي من هيبقى سورس للبروتون من الاتش 2 اس او 4 يعمل بروتونيشن على الاو اتش تتحول الى او اتش 2 والاو عليها بوزيتيف تشارج وتخرج از جود ليفنج جروب. يبقى الكربون ديت كده عليها بوزيتيف تشارج، هتعوضها منين؟ هتفقد الاتش اللي هنا دوت المرتبط بالكربون دوت از بروتون، ويسيب الرابطه اللي بينه وبين الكربون اللون بيرمي الالكترونات اللي هنا اللي الرابطه اللي كانت بين الكربون والهيدروجين تحصل لها اوفرلابنج هنا بالظبط زي حركه السهم كده، وتبقى بين الكربون ديت والكربون ديت ويديني مين؟ ويديني الالكين. كان بالظبط بعمل دي هيدريشن للالكول يديني مين؟ يديني الالكين. يبقى بالنسبه لي جرينارد ريجنت، جرينارد ريجنت لو بيتفاعل مع الفورمال دهايد يديني برايمري الكول، طب لو بيتفاعل مع اسيتال دهايد مكان الفورمال دهايد اسيتال دهايد، يبقى اللي طالع عندي ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري الكول. ليه؟ لان ده عندي اده الكايل جروب من السورس بتاعها من الاورجانوميتاليك ريجنت او جرينارد ريجنت، والميثيل جروب من الاسيتال دهايد، والكربون ديت هيبقى متصله مره بالميثيل من الاسيتال دهايد ومره بالسايكل هيكسيل، يبقى ده عباره عن سكندري الكول. لو هو مين؟ لو ديت عباره عن اسيتال دهايد، المره الوحيده اللي الاورجانوميتاليك ريجنت تديني برايمري الكول في حاله ان انا فاعلها فقط مع الفورمال دهايد، لان الفورمال دهايد ما فيش فيه الكربون مش متصله باي كربون ثانيه، بالعكس هي متصله باثنين هيدروجين اللي هم دولت، فالناتج يبقى عباره عن برايمري الكول. اي حاجه غير الفورمال دهايد الناتج يا اما سكندري الكول لو هو الدهايد، لو هو كيتون يبقى كل الالدهايد ما عدا الفورمال دهايد مع الاورجانوميتاليك ريجنت تديني سكندري الكول، فورمال دهايد يديني برايمري الكول زي ما احنا شايفين. كيتون اي كيتون مع الاورجانوميتاليك ريجنت هيبقى يديني مين؟ لازم يديني مين؟ يديني تيرشري ايه؟ تيرشري الكول، لان يبقى عندي هنا الكيتون، عندي هنا الكربون دي اتصل بادي كربون وادي كربون، سواء تكون زي ما تكون، عشان يكون كيتون لازم يكون اتاتشد من اليمين والشمال بكربون، ودي الكربون الثالثه، يبقى اللي طالع عندي لازم يكون عباره عن تيرشري ايه؟ تيرشري الكول. وفي الحاله ديت التيرشر الكول ده لما اعمل له عمليه دي هيدريشن مديني مين؟ يديني الالكين المقابل. نوع تاني من التفاعلات اللي هو اديشن اوف الالكول، نفس الفكره بالظبط، عمليه النيكلوفيليك اديشن رياكشن، يبقى النيكلوفيل اللي عندي مين؟ اللي هو زيه زي المي، ادا الالكول، يبقى مين اللي هيعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون؟ اللون بير من الالكترون اللي موجودين على الاو، زي ما قلت في الووتر بالظبط، بس الووتر مكان دي ار كانت هناك اتش، بس هنا في وجود الاسيدك يبقى هنا مين اللي هيحصل؟ الاو ديت تروح تعمل اتاك باللون بير اللي عليها على الكربون، يبقى تمسك فيها هنا، يبقى تديني او ار، الاو هي اللي ماسكه في الكربون وار واتش بقيه الالكول، والباي بوند هتطلع على الاو، الباي بوند هتطلع على الاو، ده هنا الار الاو بعد ما عملت نيكلوفيليك اتاك هنا بقى الاو فقدت لون بير من الالكترونات اللي هتعوضهم زي تفقد الهيدروجين ده از بروتون. الاتش ده لما طلع از بروتون لقى الاو ديت عليها از الكوكسيد عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، اتحولت الى ايه؟ الى او اتش. اللي خرج عني ده في اول ما اعمل اديشن لمول واحد من الالكول بيديني حاجه اسمها هيمي اسيتال، هيمي اسيتال. في حاله الكيتون يبقى اسمه هيمي كيتال، يبقى ده لو انا مستخدم هنا الدهايد يبقى اسمه هيمي اسيتال، مستخدم كيتون يبقى اسمه هيمي ايه؟ هيمي كيتال. طيب انا عندي الهيمي اسيتال هعمل اديشن بمول تاني من الالكول، ده بده هيروح فين؟ الاو اللي عليها لون بير من الالكترونات، وانا بقول التفاعل ده بيتم في اسيدك ميديا، الاتش اللي عليها از بروتون ديت هتلاقي مين عدي هنا ممكن تروح تعمل عليه بروتونيشن في الاسيدك ميديا اللي موجوده عندي، هذا مش ده اسيدك ميديا موجوده عندي، هتقوم جايه عامله بروتونيشن على اللون بير من الالكترونات بتوع الاو اتش بتوع الهيدروكسيل جروب اللي كونه عندي، اتكون لي او اتش 2 والاو عليها بوزيتيف تشارج وتخرج از جود ليفنج جروب، يعني هتاخد البوند اللي بينها وبين الكربون ديت وتخرج خالص از ووتر. اتبقى عندي ايه دلوقتي؟ يبقى الكربون ديت عليها كومبليت بوزيتيف تشارج،
الكربون ده عليه كومبليت بوزيتيف تشارج، فبالتالي النيوترال نيوكلوفايل زي الالكول هيبقى سهل جدا ان هو يجي يتفاعل معاها، يبقى باللون بير من الالكترونات اللي موجودين على الاو بتاعت الهيدروكسيل جروب بتاعت الالكول هيديني او ار اتش، والاو ديت لما عملت فقره لون بير من الالكترونات اللي هنا يبقى عليها كومبليت بوزيتيف تشارج، هتعوضها منين؟ ان هي تفقد الهيدروجين ده از بروتون ويديني مكان الاو اتش ده تديني او ار، لان الاو اتش ديفيت زي ما قلت في الاول في وجود الاسيديك ميديا خارج از ووتر، يبقى دي عليها كومبليت بوزيتيف تشارج فيديني في الاخر الاو ار. لما ضفت مول تاني من الالكول يبقى اللي خرج عندي ده في حاله الالدهايد اسمه اسيتال، وفي حاله الكيتون اسمه كيتال. يبقى ده هيمي اسيتال، يعني هيمي يعني نص، يعني ده نص اسيتال، ولو كيتون يبقى اسمه نص ايه هيمي كيتال، يعني نص ايه نص كيتال. فلما عملت اديشن بمول تاني من الالكول اتكون لي اسيتال كامل، النص بقى عليه كمان نص بقى واحد، ده اسمه وده اسمه اسيتال وده اسمه ايه اسمه كيتال. يبقى الهيمي النص في اديشن مول واحد فقط، لما اضيف مول تاني يتحول الى الايه يتحول الى الاسيتال اور كيتال. ده الاسيتالدهايد او البو او الايه الايثانال. اضيف الالكول نفس الكلام، الاو باللون بير من الالكترونات تعمل نيوكليوفيليك اديشن على الكربون، الباي بوند تطلع على الاو تتحول الى او اتش، وطبعا ديت هتفقد الهيدروجين از بروتون عشان تعوض اللون بير من الالكترونات اللي فاكرتها، نفس الكلام اللي قلناه هنا بالتفصيل الممل. يبقى او سي 2 اتش 5 الاو اتش، اجي اعمل تاني في وجود الاسيديك ميديا تعمل دي بروتونيشن تخرج از جود ليفنج جروب، لما خدت الرابطه اللي موجوده بينها وبين الكربون بقى الكربون ديت عليها كومبليت بوزيتيف تشارج. ليه بقى؟ حواليها ثلاث روابط، واحد اثنين والثالثه مع الهيدروجين اللي عليه السهم ده. كومبليت بوزيتيف تشارج تتفاعل مع اصغر واضعف نيوكلوفيل ربنا خلق. فلو عندي هنا الالكول يبقى الالكول نتيجه للون بير من الالكترونات اللي موجودين على الاو ده بقول عليه النيوترال نيوكلوفايل، يقوم جايين عاملين نيوكلوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كربون. هنا الاول اداني الهيمي اسيتال في الاخر هيديني الاسيتال، وهنا طبعا لما عمل اتاك بيه اللون بير من الالكترونات بقى الاكسجين ديت عليها كومبليت بوزيتيف تشارج، هتعوضها منين؟ تفقد الهيدروجين اللي عليه السهم ده از ايه؟ از بروتون. يعني النتيجه النهائيه انني هنا ضفت هنا هو مره هنا على الاو ديت ضفت على الكربون او سي 2 5 سي 2 اتش 5 اللي هي الايسوكس جروب، وضفت على المكان الاكسجين ديت ضفت الايه سي 2 اتش اي اتش 5. يبقى بيديني الاول هيمي اسيتال مع اول مول، وبعد تاني مول بيديني الايه الاسيتال. لو هو كيتون هيبقى نفس الكلام زي البروبانون او اللي هو الاسيتون، يبقى يديني الهيمي كيتال ويرجع يديني المينين الكيتال في الاخر، نفس الميكانيزم بالظبط. عندي حاجه من النيوكلوفايل اللي قلناها عندي في الاول السيانايد سترونج نيوكلوفايل سيانايد، السي اتاتش بتريبل بوند بالنيتروجين والسي عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، ممكن تيجي من بوتاسيوم سيانايد بيبقى الايونايزيشن بتاعها عالي. السيانايد نفس كده نيوكلوفايل هيروح فين؟ محدش يجي هنا اسيديك وبيزك ميديا، اسيديك وبيزك ميديا لما يبقى النيوكلوفايل اللي عندي نيوترال ضعيف، فانا عايز اعمل تحفيز للتفاعل عن طريق ان البيز او الاسيد البيز بتضاف على الكربون فبيخلي الاكسجين ياخد الباي بوند فبيخلي التفاعل يتم بسرعه، او الاسيد يعمل بروتونيشن على الاو فبالتالي الاو تاخد الباي بوند اللي بينها وبين الكربون فالكربون بتصبح هايلي الكتروفيليك. انما لما اكون عندي سترونج نيوكلوفايل ما بحتاجش لا اسيد ولا بيز كاتاليست، عند السيانايد على طول بنفسه يروح يعمل اتاك على من على الاكسجين اللي زيله عليه نيجاتيف تشارج لون بير من الالكترون، ولا يروح على الالكتروفيليك كربون اللي عليها بارشال بوزيتيف تشارج، يبقى نيوكلوفيليك اديشن اول خطوه على الكربون. الاكسجين هايلي الكترونيجاتيف نتيجه وجود الماينس ميزوميريك افكت، يبقى الباي بوند تطلع على الاو تتحول الى الكوكسايد، يبقى السيانايد مسك في مين؟ في الكربون اللي هنا، وديت الكوكسايد ياخد الهيدروجين من الميديا اللي عندي من الووتر لو الاتش سي ان او لو بوتاسيوم سيانايد دايب في ميه وتتحول الى او اتش. الراجل اللي خرج عندي ده طبعا هنا عندي ديت الكربون هنا اس بي 2 بقى تترا هيدرال، يبقى ده اس بي 3 انترميديت. اللي خرج عندي ده هو اسمه مالونو مانديلو نيترايل، ماندلو نيترايل، ماندلو نيترايل ده اسمه بنزل دهايد زي ما احنا عارفين، بنزل دهايد ده ماندلو نيترايل. يبقى الماندلو نيترايل عباره عن ايه؟ ان انا عملت اديشن بالسيانايد على البنزل دهايد، علشان الاختيارات والصح وغلط. انا مش هقول لك اكتب لي ميكانيزم، انا الحاجات الزواره اللي في وسط التفاعل ديت تبقى سيادتك عارفها ومذاكر كويس، يبقى ده بقول عليه مانديلو سيانايد، ماندلو سيانايد. ماندلو سيانايد هو عباره عن اديشن ليه؟
الهيدروجين سيانايد عموما، لان انا ضفت مين؟ هيدروجين على الاو وضفت سيانايد على السي ان، ده النيت ريزلت اللي حصل. ادي الكربونات حصل عليها السيانايد، اقول عليها نيترايل جروب، والاو بقت عباره عن ايه؟ عباره عن او اتش، نفس النيكلوفيليك اديشن ميكانيزم اللي احنا قلناه في الناس ايه؟ في الناس كلها. يبقى اول حاجه عملت نيكلوفيليك اديشن بالسيانايد، وبعد كده عملت عمليه بروتونيشن على الاو بتاعت الالكوكسايد اتحولت الى او اتش، نفس الجنرال ميكانيزم قلناه في الاول. قلت نيكلوفايل جنرالي، النيوكليوفايل بيعمل نيوكليوفيليك اتاك على الالكتروفيليك كاربون بتاعت الكربونيل جروب، وبناء عليه الاو الاكسجين بتاعت الكربونيل جروب هتاخد الباي بوند، يبقى عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، تتحول لالكوكسايد الى تترا هيدرال انترميديت، فبالتالي بعد كده حصل عليها سهل جدا عمليه بروتونيشن على الفيري بيزك الكوكسايد كربون ومتصله باو، عليها كومبليت نيجاتيف تشارج، الاو تتحول الى او اتش. كل الميكانيزمات الاو اللي عندي في اي تفاعل مع اي حد لازم تتحول الى ايه؟ الى او اتش. هنا ده لو مكان البنزل دايت ده عباره عندي اسيتون، يبقى اللي خارج ده بقول عليه اسيتون سيانو هيدرين، سيانو هيدرين، مش انا ضفت السيانو هنا وعندي او اتش اسمه سيانو هيدرين. ده لو هنا ده اسيتال دهايد، يبقى اللي خارج عندي اسمه اسيتال دهايد سيانو هيدرين. بروبانون يبقى اسمه بروبانون سيانو هيدرين، سيانو هيدرين. يبقى التفاعل ده بقول عليه في حاله اسمه سيانو هيدرين فورميشن، يبقى في حاله اللي هي الايه؟ الاليفاتيك الدهيد او كيتون. انما الماندلو نيترايل، ماندلو نيترايل ده فقط كلمه ديت، يبقى عند اضافه للهيدروجين سيانايد على الالدهايد اللي هو البنزال دهايد فقط. الماندلو نيترايل ده لو قلت لك الماندلو نيترايل لما بعمل له عمليه هيدروليسيس في الاسيديك ميديا بيتحول الى حاجه اسمها ماندليك اسيد. ماندليك ايه؟ ماندليك اسيد. ماندليك اسيد اللي هو الايه؟ السيانو جروب ده زي ما احنا عارفين، في اي لما يبقى عندي السيانو جروب وبعمل لها عمليه هيدروليسيز، السيانو جروب ديت بيتحول الى سي او او اتش. يبقى ايه هو الماندليك اسيد؟ الماندليك اسيد زي المركب ده بالظبط، بس مكان هي سيانو تبقى سي او او اتش. بعمل كومبليت هيدروليسيز للنيترايل سي ان، او اقولها كومبليت هيدروليسيز اوف نيترايل افوردد كربوكسيليك اسيد يبقى صح. لو قلت لك افوردد امايد اي حاجه غير الكربوكسيليك اسيد، بدل ما بقول لك كومبليت هيدروليسيز، كلمه كومبليت هيدروليسيز يعني بيحصل له هيدروليسيز للنهايه. لو قلت لك بارشال هيدروليسيز للسيانو او النيترايل، يبقى المركب بيكون زي ما يكون اللي بخرج عندي بيكون از امايد، يعني السي ان دي بتحول الى سي دبل بوند او ان اتش 2 الامايد اللي احنا كنت بستخدمها لما كنا بنتكلم على الامينز. يبقى السيانو جروب ديت لو فيها حالتين، انا خلاص حضرت الراجل ده سواء كان سيانو هيدرين او ماندلو نيترايل. السيانو جروب ديت المركب اللي طلع عندي ده سواء كان الماندلو نيترايل او سيانو هيدرين في اي مركبات، قلت اسيتون اسيتال دهايد اي الدهايد او كيتون، السيانو جروب ديت لو عملت لها عمليه كومبليت هيدروليس بتحول الى سي او او اتش، عملت لها بارشال هيدروليس بتحول الى سي او ان اتش 2 يعني بتحول از امايد. ده لو عملت للسيانو كومبليت ريدكشن، الكلام ده قايلينه في الامين زي ما كنا بنحضر الامينز. السيانو جروب لما بعمل لها ريدكشن، السيانو جروب ديت عباره عن سي تريبل بوند ان، يعني سيجما بوند و2 باي بوند، يبقى هضيف الهيدروجين مرتين، يبقى دي تتحول لما بعمل ريدكشن كومبليت ريدكشن، كومبليت ريدكشن هتتحول الى سي كومبليت ريدكشن، هتتحول الى سي اتش 2 ان اتش 2. حد شاطر يقول لي ده لو عملت بارشال ريدكشن، لو استخدمت الدايبال او ليثيوم تراي تيرشري بيتوكسي المونيوم هيدرايد سي تريبل بوند ان، دي كان بتتحول الى ايه؟ بتتحول الى الدهايد سي اتش او. يبقى لما اقول كومبليت ريدكشن يبقى تتحول الى برايمري امين سي اتش 2 ان اتش 2، مش ده برايمري امين؟ لما بعمل للنيترايل الكلام ده بتاع لما كنا بنتكلم في الامينز في اول محاضره في اول سلايد البريباريشن بتاعت الامينز، النيترايل اعمل لها كومبليت ريدكشن، السيانو بتاعت اللي طلع عندي ده من اديشن اوف الاتش سي ان على الالدهايد او الكيتون او الكربونايل كومباوند، سواء كان اللي عندي ده بنزين او اي الكايل جروب او اي حاجه ثانيه خالص، انا بتكلم على السيانو ديت، ده جنرال على اي حد ماسك في مين؟ في الكربون، سواء كانت اليفاتيك سواء كانت اروماتيك سواء كانت كيتون سواء كانت الدهايد، تكون زي ما تكون. السيانو جروب ديت عملت كومبليت هيدروليس يبقى بتحول لكربوكسيليك اسيد، عملت لها بارشال هيدروليس بتحول الى سي او ان اتش 2 يبقى اسمه اميد امايد، عملت لها ريدكشن، الريدكشن ممكن يكون بارشال زي ما اتكلمنا في البريباريشن بتاعت الالدهايد في المحاضره اللي فاتت، لو استخدمت ريديوسنج باور ضعيفه زي الداي بال او ليثيوم تراي تيرشري بيتوكسي المونيوم هيدرايد او روزماند ريدكشن اللي كنت بستخدم الهيدروجين كاتاليتيك في وجود النيكل او البلاديوم مع وجود السلفر اللي كنت بقول بيعمل دي اكتيفيشن للاكتيفيتي بتاعت الكاتاليتيك هيدروجينيشن عشان يخلي الباور بتاعته ضعيف عشان يعمل لي هيدروجينيشن مره واحده فقط عشان ما يديش ليها الكول،
يبقى ده بيديني مين؟ كان يديني الايه؟ الالدهايد. انما لو السي تريبل بوند ان النيترايل ديت او السيانو عملت لها كومبليت ريدكشن يبقى دي تحول الى برايمري امين. شوف احنا اتكلمنا في الكلام ده ده على السيانو عشان الاسئله الناس تاخد بالها. بعد كده عندي اخر حاجه لو عندي اللي هو ان انا هضيف الامونيا، مش قلت في النيوكلوفايل عندي الامونيا، الامونيا مشتقاتها اللي هي البرايمري امين والسكندري امين. الامونيا او قلت عندي لو الناس تفتكر في التفاعلات بتاعه الامينز قلت في عندي حاجه اسمها ريدكتيف امينيشن. ريدكتيف امينيشن كنت بقول بجيب البرايمري امين وفعله مع الكربونايل كومباوند سواء كانت الالدهايد او الكيتون. اول خطوه كنت بقول بيحصل عمليه كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ بيحصل لوس اوف ووتر، يعني لوس اوف ووتر. يعني قلت عندي كده الناس لو رجعت للمحاضره دي بالظبط، الاو مع الاثنين هيدروجين من الامونيا او البرايمري امين والزق المركب في بعضه هيبقى عندي سي دبل بوند ان، عندي 3 اتش اخد منهم كام؟ 2، يبقى 2 اتش 2 مع الاو يبقى افقد ميه ناقص اتش 2 او، يبقى عندي بقى عندي سي دبل بوند ان اتش، سي دبل بوند ان اتش. وقلت المركب ده جنرال اسمه ايه؟ اسمه ايمين، اي ام اي ان اي، وهتلاقينا قايل كده في المحاضره ديت كده بنفس التفاصيل بتاع السبيلنج بتاعت الحروف اسمه ايمين. ده اسمه له اسم تاني اسمه شيفز بيز. شيفز بيز يعني ايه؟ بحضر بفعل برايمري امين مع الدهايد او كيتون، الدهايد او كيتون سواء كان برايمري سواء كان بتاع سواء كان اليفاتيك او اروماتيك سواء كان الدهيدك او ايه او كيتونيك. اي كربونايل ايه؟ اي كربونايل كومباوند بفعله مع بقول حاجه اسمها الامونيا اند الامونيا. دي كل ديت زي ما احنا عارفين اللي ما شرحنا في الامينز، الامينز كلها او النيتروجينس كومباوند كلها عباره عن ديريفاتيفز من مين؟ ديريفاتيفز او مستبدلات او مشتقات من الامونيا. يبقى ده عندي قلت التفاعل ده كله بيحصل كوندنسيشن، بيحصل لوس اوف ووتر، الاكسجين من هنا مع اثنين هيدروجين والزق الباقي في بعضه يبقى عندي سي دبل بوند ان اتش، مش خدت منها اثنين هيدروجين بقى اتش، يبقى ده اسمه ايمين. ده لو عندي ده ان اتش 2 او اتش اسمه هيدروكسيل، هيدروكسيل امين. يبقى الكل اللي اعمله ايه؟ الاثنين هيدروجين من هنا مع الاو يبقى افقد ووتر، يتبقى عندي سي دبل بوند ان او اتش. البرودكت اللي طلع عندي ده بعد تفاعل الهيدروكسيل امين مع الكربونيل كومباوند اسمه اوكزيم. يبقى الاوكزيم هو ايه؟ هو ناتج من تفاعل الكربونيل كومباوندز مع الهيدروكسيل امين. التفاعل ده مهم جدا جدا جدا. بعد كده عندي ان اتش 2، ان اتش 2 زي ما انتم عارفين الهيدرازين نفس الكلام سواء ال ان اتش 2 او ال ان اتش 2 ديت، يبقى الاتش 2 ديت مع الاو هيخرج از ووتر، يبقى عندي سي دبل بوند ان سنجل بوند ان اتش 2. اسمه ده لما يبقى فعل الهيدرازين مع الكربونيل كومباوند اللي طلع عندي اسمه هيدرازون. يبقى هيدرازين يديني هيدرازون، هيدروكسيل امين يديني اوكزيم، امونيا تديني ايمين. بعد كده الفينيل هيدرازون، فين الهيدرازين؟ الفين الهيدرازين ايه الفرق بين الهيدرازين؟ كاني جبت بالظبط هيدرو استبدلت واحده من الهيدروجينات اللي موجوده عندي بتاعه الامينو جروب سواء ديت او ديت واستبدلتها بمجموعه فينيل، مجموعه بنزين، حلقه بنزين او مجموعه فينايل بقول عليها فينيل، يبقى اسمه فينيل هيدرازين، فينيل هيدرازين. في الحاله ديت دلوقتي الاثنين هيدروجين هيفقدوا من مين؟ اللي هيعمل اتاك على الالكتروفيل الكربون ديت، الان اللي ماسكه في حلقه البنزين في الفينيل جروب ولا الان اتش 2 اللي بره؟ الان اتش 2 اللي بره طبعا. طب ليه الان اتش 2 اللي بره والان ديت ما عملتش اتاك؟ ما هي دي النيكلوفايل عليها لون بير من الالكترونات يعملوا نيكلوفيلك اتاك على الالكتروفيل الكربون ديت. ليه اللي ماسكه في الفينيل ما حصلش لها ليه؟ لو نرجع للالكتروفيلك اروماتيك سبستيوشن او الميزوميريك افكت، ان انا عندي اللون بير من الالكترونات اللي موجودين على الان دولت بيحصل لهم اوفرلابنج هنا وبعدين يخش له جوه الايه؟ جوه الرينج. فبالتالي زي ما شرحنا في الامين يبقى اللون بير اللي هنا يبقوا افيلابل ولا ليس افيلابل؟ ليس افيلابل. فبالتالي النيوكلوفيليست بتاعتهم تكون قليله والبيزيست بتاعتهم تكون قليله. انما لو جيت للان اللون بير من الالكترونات اللي موجودين على الان اللي بره اللي هي الان اتش 2 ديت موجودين افيلابل، لما بيخشوش جوه الرينج خالص. انما من لان ديت داخله فين؟ في الريزونانس. انما دي مش داخله في الريزونانس خالص، يبقى ديت هايلي نيوكلوفيليك، يبقى دي اللي بتعمل نيوكلوفيليك اتاك على مين؟ على الالكتروفيل الكربون بتاعه الكربونايل جروب. يبقى بعد كده زي ما قلت الاو مع الاثنين هيدروجين هيخرجوا از ووتر، يبقى في عندي سي دبل بوند ان سنجل بوند ان اتش. اللي خارج عندي قلت ده الهيدرازين اسمه هيدرازون، يبقى عندي الفينايل هيدرازين، يبقى اللي طلع عندي اسمه فينيل هيدرازون. بعد كده استبدلت هنا في
حلقة البنزين في البوزيشن رقم 2 و4 ب2 نيترو جروب، 2 و4 داي نيترو فينيل هيدرازين. نفس الكلام، يبقى القلت زي ما شرحت ليه ديت هي اللي ما بتتفعلش، ودي والنيتروجين اللي بره التيرمينال ديت هي اللي بتتفعل النيتروجين ديت، النتيجه ديت انفولفد في الريزونانس، انما دي بعيده خالص، يبقى دي هايلي افيلابل على مين؟ على الان اللون بير من الالكترون اللي قلت هم دولت اللي بيخلوها بيزك وبيخليها نيوكلوفايل. اول كلام اتكلمناه في الامينز، يبقى عندي اللون بير من الالكترون، يبقى طبعا احسن كوندنسيشن يبقى الاو مع الاثنين اتش، يبقى عندي سي دبل بوند ايه ان سنجل بوند ان اتش، يبقى اسمه 2 و4 داي نيترو فينيل هيدرازون. في عند حاجه ثانيه اسمها سيمي كاربازايد، نفس الكلام، ده رمز السيمي كاربازايد من غير الان اتش 2 ديت، وحطيت جنب الاتش ده هي كمان اتش ومن غير الجزء ده الان اتش 2 ديت، يبقى الجزء اللي باقي ده هو من عند الان لو ديت ان اتش 2 سي دبل بوند ان اتش 2، دي اسمها اليوريا، اكيد خدتوه في الاعدادي. لما استبدل اتش من هنا من الان اتش 2 ديت بان مجموعه ان اتش 2 مجموعه امينو، يبقى اسمه سيمي كاربازايد. سيمي كاربازايد، الناس تعرف الحاجات دي لان الحاجات دي بعد كده هتبقى ماشيه معانا كتير جدا في كل الايه، في كل الشابترز او في كل الحاجات اللي هناخدها بعد كده. سيمي كاربازايد نفس الكلام، انا عندي هنا ان اتش 2 وعندي هنا ان اتش وعندي هنا ان اتش 2، كل واحده عليها لون بير من الالكترون اللي هم عاطين لها، بقول عليها نيوكلوفايل. ده بأني واحده اللي هتتفاعل في الثلاثه نيتروجين ديت، دي او دي او دي؟ طبعا واحد، طبعا ازاي على طول من غير ما نفكر، نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا بالظبط، سي دبل بوند او سي لها ماينس ميزوميريك افكت، الاكسجين هايلي الكترونيجيتيف بتسحب الالكترونات، فاللون بير من الالكترونات اللي هنا مين؟ هيجي الكربون ده هيبقى عليه بارشال، بص في التشارت هيسحب من الان، يحصل لهم اوفرلابنج ان، يبقى الافيلابيلتي بتاعتهم عليهم ايه؟ قليله، نتيجه ان هي تعتبر اتاتشد بايه؟ الكترون وذروينج جروب، مش قلنا الالكترون وذروينج جروب بتقلل البيزيس وفي نفس الوقت بتقلل النيوكلوفيليستي؟ نفس الكلام اللي قلناه في الامينز بالظبط لما اتكلمنا على البيزيس او النيوكلوفيليستي. لو جيت من هنا نفس الكلام، اللون بير اللي هنا هيحصل اوفرلابنج هنا نتيجه ان الباي بوند دي بتطلع على الاو، فالكربون ديت الكتروفيليك يبقى عليها بص في تشارج، فعايزه الكترونات هتاخدهم من مين؟ من الان اللي عليها لون بير من الالكترون. انما اخونا اللي في الركن البعيد الهادي ده الان اتش 2 ده ما حدش جاي ناحيته لانه بعيد عن الشغلانه دي خالص، ما حدش بيسحب منه خالص، يبقى هو ده الان اتش 2 ديت هي اللي هتعمل نيكلوفيليك اتاك على مين؟ على الالكتروفيليك كربون، لان اللون بير اللي عليها هايلي افيلابل. قلت الالكترون وذروينج جروب تقلل النيوكلوفيليستي تقلل البيزيست بتاعه الامين، يبقى دول كلهم السي دبل بوند او قاعده تسحب منهم، انما الراجل ده في الركن البعيد الهادي، يبقى هو ده اللي هيخش التفاعل على مين؟ على الكربون، وطبعا الاو مع الاثنين اتش اللي هنا يخرجوا از ووتر، يبقى في عندي سي دبل بوند ان اتش سي دبل بوند او ان اتش، يبقى اسمه سيمي كاربازون. سيمي كاربازون، يبقى الفينيل الهيدرازين يديني هيدرازون، فينيل هيدرازين يديني الفينيل هيدرازون، 2 و4 داي نيترو فينيل هيدرازين يديني 2 و4 داي نيترو فينيل هيدرازون، سيمي كاربازايد يديني السيمي كاربازون. كل محصله التفاعل اللي فات ده كله ان انا عندي الاو مع ال، يبقى بيحصل نيوكلوفيليك اديشن فولود باي كوندنسيشن، يبقى النيوكلوفايل بيعمل اديشن على الالكتروفيليك كربون بتاعت الكربونيل جروب فولود باي كوندنسيشن، كوندنسيشن يعني بيحصل لوس اوف ووتر، يبقى عندي سي دبل بوند او والنيتروجين اللي عملت اتاك عليها لازم يكون اتليست عليها 2 هيدروجين، 2 هيدروجين عشان يكون لي مين التفاعل ده، سواء كان الامين او الاوكزيم او الهيدرازون، عموما لازم النيتروجين اللي هتعمل نيوكلوفيليك اتاك اتليست يكون عليها ايه؟ تكون عليها 2 هيدروجين، هنا عليها 3، هنا عليها 2، عليها 2، عليها 2، عليها 2، عليها 2، انما لو عليها واحده فقط يبقى ده اسمه سكندري امين، يبقى دي شغلانه ثانيه خالص، يبقى ما بيحصلش لوس اوف ووتر بالطريقه دي. يبقى الناس تعرف مع الامونيا مع الكربونيل كومباوند اللي بيطلع اسمه امين، هيدروكسيل امين يبقى اسمه اوكزيم، وهلم جرى الحاجات اللي احنا قلناها. نيجي بعد كده لو عندي ده الراجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري امين، السكندري امين اسمه انامين، البرودكت اسمه انامين اللي هيخرج عندي، احنا كنا بنقول هناك امين وهيدرازون واوكزيم والكلام ده كله، لا هنا اللي بيخرج عندي لما اكون الكربونيل كومباوند اللي عندي ده هيتفاعل مع سكندري امين، قلت ايه؟ قلت النيتروجين اتاتشت باثنين كربون، واحد اثنين، يبقى ده اسمه سكندري امين. لو ديت كمان استبدلت الاتش دي كمان بكمان الكايل جروب بكمان كربون يبقى اسمه تيرشري امين. المهم ده عندي سكندري امين. يبقى التفاعلات اللي فاتت كلها اللي هي نيوكلوفيليك اديشن فولود باي كوندنسيشن اللي هو في لوس اوف ووتر، يبقى لازم يكون عندي برايمري نيتروجينس كومباوند ات ليست يكون عليه 2 هيدروجين اتاتشت بالايه؟ اتاتشت بالنيتروجين بتاعه الامينو ايه؟ الامينو جروب. انما لو انا عندي بقى سكندري امين يعني الان اتاتشت بهيدروجينه واحده فقط. فايه التفاعل مع السكندري امين؟ المهم مبدئيا اللي هيخرج عندي من التفاعل ده حاجه اسمها انامين، ايه الانامين من الاسم كده؟ ان الكين، يبقى في عندي دبل بوند،
امين يبقى في عندي ان متصله ب 2 اتش ب 2 ار. المهم ان انا عندي الان از ايه؟ از امين، سواء كان برايمري سكندري تيرشن. فبالتالي ان انا لو انا بادئ بسكندري امين يبقى الان ديت النهايه بتاعتها لما تعمل اتاك على الكربون ديت يبقى اكيد اللي طلع عندي ده يبقى الكربون ديت هتمسك في الان اللي هنا، يبقى اكيد اللي طلع عندي في الاخر هيبقى عباره عن تيرشري ايه؟ تيرشري امين. وقلت طبعا من الاسم البرودكت انامين او انامين فورميشن هيبقى هيحصل له ازاي؟ يبقى الان جاي هتبقى هيطلع عندي الكين سي دبل بوند سي، وامين اللي هو الامين العادي ان انا بادئ بسكندر امين يبقى كده اللي هيخرج عندي هيكون عباره وهيتصل بالكربون ديت بكربون جديده، يبقى كده هيبقى تيرشري امين، لا هيبقى سكندر امين زيه ولا هيبقى برايمري امين اكيد يعني. ما دام هضيف على السكندر امين كمان كربون على الان يبقى لازم تتحول الى تيرشري ايه؟ تيرشري امين. ادي ار وادي ار اللي احنا كنا بادئين بهم، وادي كمان الار الثالثه اللي هي جايه من السايكلوكسيل جروب اللي موجود عندي. نشوف الميكانيزم ده تم ازاي اوف انامين فورميشن. يبقى ميكانيزم فور انامين فورميشن هيتم ازاي؟ انا عندي ده سايكلو هيكسانون، سايكلو هيكسانون ده سايكلو هيكسان، واس كيتون يبقى اسمه سايكلو هيكسانون. سايكلو سايكليك استراكشر، هيكسا 6 كربون وون يعني كيتون، يعني سي دبل بوند او واتاتشد من ناحيتين من اليمين ومن الشمال بكربون. طيب ادا السكندري امين ده عليه لون بير من الالكترون، هيعمل ايه على الالكتروفيليك كربون؟ ادا نيوكليوفيليك قدش يعني تفاعل من غير ما انا اشرحه انت من يعني مش عايز بديهيات زي الجنرال ميكانيزم اللي قلناه في الاول، يعني مش معقوله الان عليها لون بير هتروح على الاول عليها زوجين من الالكترونات الحرين نان بوندنج الكترون، هتروح على الالكتروفيليك كربون نتيجه لوجود الماينس ميزوميريك افكت اوف كربونايل جروب، الكربون دي على بارشال بوست في تشارج، يبقى الان هتروح تعمل نيوكليوفيليك اتاك عليها زي ما قلت، يبقى الواحد تاخد الايه الباي بوند تتحول الى الكوكسايد او عليها نيجاتيف تشارج. نفس الكلام اللي شرحناه بالظبط، الان لما عملت نيوكليوفيليك اتاك باللون بير اللي عليها ايه اللي حصل؟ هتعوضها منين؟ لازم تفقد هيدروجين اس بروتون، يبقى لما عملت اتاك بقى اصبح عليها بص في تشارج جت منين؟ ان هي فقرت اللون بير دولت وعملوا بيهم بوند مع مين؟ مع الكربون، والاو اتحولت لالكوكسايد، الميديا موجود فيها ميه او اسيدفايد تتحول الى او اتش، الكلام اللي قلناه كل الخطوات بالظبط مع تغيير بس الايه؟ الريجنت او النيوكلوفايل اللي انا بستخدمه. طيب الراجل ده الان عايز اتعوض اللون بير من الالكترونات هتعمل ايه؟ زي ما قلنا تفقد الهيدروجين اس بروتون، تبقى تحولت يبقى كده رجعت اللون بير من الالكترونات اللي فقدت بقى كده الان عليها ان وعليها لون بير من الالكترونات اللي هو ده. اللي بيفقد حاجه عايز يعوضها بيعوضها من مين؟ من الراجل الضعيف، من اضعف واحد مين في الاورجانيك كيمستري اللي ربنا خلقه اللي هو الهيدروجين. ضعيف ازاي؟ ان هو بيخرج اس بروتون، يعني بسبب الرابطه اللي موجوده بينه وبين مين؟ وبين النيتروجين، لان هو ليس الكترونيجاتيف عن مين؟ عن الهيتيرو اتوم، عن النيتروجين وحتى عن الكربون. يبقى ده الايه الانترميديت اللي طلع عندي. بعد كده عندي او اتش زي ما كلمنا في الالكول الاسيتال والهيمي اسيتال، الاو اتش في الهيمي اسيتال كان هيحصل لها بروتونيشن تتحول الى ايه؟ الى او اتش 2 تخرج از جود ليفنج جروب، يبقى الكربون ديت يبقى عليها ايه؟ عليها بوست في تشارج. الكربون ديت لما يبقى عليها بوست في تشارج يبقى انا عندي اهوت، يبقى الخطوه اللي جايه مش انا عندي الميديا اسيدك، يبقى ديت تحصل بروتونيشن على الاو اتش، هتخرج از جود ليفنج جروب او اتش 2 لان الاو دي بقى عليها شحنه موجبه، يبقى خلي هتاخد الرابطه اللي موجوده بينه وبين الكربون اللي هنا بقى الكربون ديت هي اللي عليها كومبليت بوست في تشارج. يبقى ده لما حصل عمليه بروتونيشن هتقوم الاو ديت واخده الرابطه اللي موجوده بينه وبين الكربون كلها وتخرج ديت از جود ليفنج جروب از ووتر، ادى الووتر اهوت، وتبقى عند الكربون ديت عليها كومبليت بوست في تشارج، يعني عليها حواليها ثلاث روابط، ادى واحد اثنين ثلاثه. هتعمل ايه الكربون ديت؟ لازم ناس تساعدها لان عليه لون بير من الالكترون، هيحصل لهم اوفرلابنج ويجوا بينه وبين الكربون ديت اللي بقى عليها كومبليت بوست في تشارج نتيجه ان الاو اتش 2 خرجت از جود ليفنج جروب، يبقى نتج عندي ان دبل بوند باللون بير من الالكترونات اللي هنا كربون اهو، ان دبل بوند كربون. ومين اللي فقد؟ مش ديت اللي دخلت وعملت الالكترونات بتاعتها فقرتها هنا مع الكربون ديت، يبقى لان دي اللي فقرت اللون بير من الالكترونات، فعشان كده بقى عليها شحنه ايه؟ شحنه موجبه. وزي ما انتم عارفين هنا ليه عليه لان عليها شحنه موجبه، وهنا ليه لان عليها شحنه موجبه، وليه هنا لان عليها شحنه موجبه؟ لان الان هنا زي الامونيوم بالظبط رباعيه، لو جيت ابص هنا حواليها كام بوند؟ واحد اثنين ثلاثه، ومع الهيدروجين يبقى اربعه، هنا كام؟ واحد اثنين ثلاثة مع الهيدروجين يبقى أربعة، قلت برامي الـ N رباعية لازم تكون أز أمونيوم، أز أمونيوم يعني إيه؟ يعني الـ N عليها كومبليت بص في تشارج لأن هي فقرت اللون بير من الإلكترونات اللي عليها. طب هتعوضهم منين الـ N؟ لما وصلنا للمرحلة ديت الإنترميديت ده هتعوضها منين؟ كده الـ N خلاص هتاخد عايزة بعد ما فقرت وعملت بوند ووزعت للكربون، قلت لازم يشيل الليلة مين في الآخر؟ الراجل الضعيف، الضعيف مين في الكيمياء العضوية؟ اللي هو الهيدروجين، وبيخرج أز إيه؟ أز بروتون.
هتيجي لان عايزه ترجع اللون بيرمن والكترون، تاخد الباي بوند اللي موجوده بينه وبين الكربون ديت، وتاخد ارجع اللون بيرمن الالكترونات عليها كده. بقى الكربون ديت لما خدت الباي بوند بقى عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ يجي الهيدروجين اللي ماسك فيها ده هو ويفقد البوند اللي بينه وبين الكربون، ويحصل لهم اوفرلابنج هنا، والاتش يخرج از بروتون، يبقى عندي سي دبل بوند سي ان اللي هو المركب ده، اللي ده عشان كده بقول عليه انامين. ادي الان الكين سي دبل بوند سي وامين ان ار 2. والراجل اللي طالع عندي ده لما اقول لك نوع الامينز اللي فيه في فورميشن اوف الانامين، تقول لي ده عباره عن تيرشري امين، يعني لما فاعل لما قلت تفاعل مثلا داي ميثيل امين، داي ميثيل امين يعني دي ميثيل ودي ميثيل، يبقى ده سكندري امين. اقول لك يتفاعل مع السايكلو هكسانون، مع السايكلو بروبانون، مع السايكلو بنتانون، اي كيتون، يبقى الناتج اللي عندي في الاخر عباره عن ايه؟ ويبقى ده عباره عن يبقى الامين اللي هيخرج عندي نوعه ايه؟ نوعه تيرشري امين. ونوع التفاعل اسمه انامين فورميشن. انامين ايه؟ انامين فورميشن، يعني الكون عندي ان جاي من الالكين سي دبل بوند سي، والامين اللي هو التيرشري امين ان، واتاتشت بقى 2 ايه؟ 2 ار، ومن الناحيه الثانيه هنا كمان كربون، يبقى كده 3 كربون اتاتشت بقى. التفاعل اللي فات والتفاعل اللي احنا قلناه الانامين فورميشن ده من الحاجات المهمه جدا جدا. التفاعل اللي فات كان مع البرايمري نيتروجينس كومباوند، يعني انه اتاتشت ب 2 هيدروجين ان اتش 2 ات ليست، او السكندري امين يعني الان اتاتشت بهيدروجين واحده ايه فقط. طبعا ما حدش يقول ده فين يا دكتور التيرشري امين اللي هو الان مكان الاتش ديت فيه كمان القايل جروب، ما ينفعش، لان انا لان لما تعمل اتاك ده هي هتعوض اللون بير من الالكترونات فين؟ انها تفقد هيدروجين از بروتون. التيرشري امين ما فيش فيه اتشات خالص، الاتش ديت بتكون عباره عن القايل ايه؟ القايل جروب، فعشان كده التيرشري امين ما بتفاعلش مع مين؟ مع الكربونايل كومباوند. بعد كده اخر حاجه في المحاضره ديت اللي هو الاكسديشن والريدكشن. زي ما احنا عارفين الالدهايد لما بيحصل لها اكسديشن تتحول الى الكربوكسيليك اسيد، معروف كده الكول الدهايد كربوكسيليك اسيد، يعني الالكول عملت له بارشل اكسديشن زي ما شرحنا المحاضره اللي فاتت بالبي سي سي والحاجات اللي قلناها اللي هي البردينيوم كلورو كروميت، يديني الالدهايد والالدهايد اعمل له فيرزر اوكسيديشن يديني كربوكسيليك اسيد، او الكول عملت له كومبليت اوكسيديشن بسترونج اوكسيدايزنج ايجنت بتحول على طول لكربوكسيليك اسيد، او عند الدهايد اسيتالدهايد يديني اسيتيك اسيد، بروبيونالدهايد يديني بروبيونيك اسيد، فورمالدهايد يديني فورميك اسيد، بنزالدهايد يديني بنزويك اسيد. الكلام البسيط ده الكيتون ما يحصلش له عمليه الايه؟ عمليه الاكسديشن. ليه؟ لان هنا الكيتون عشان يحصل عمليه الاكسديشن المجموعه ديت لازم يكون اتليست عليها هيدروجين، ومجموعه الكيتون زي ما احنا عارفين سي دبل بوند متصله من اليمين بار ومتصله من الشمال بار، فما فيش عليه اي ايه؟ اي هيدروجين، فعمليه الاكسديشن ما بتحصلش في الكيتون. الناس تخلي بالها من الكلام ده في الصح والغلط. بعد كده نوع تاني من الاكسديشن ان انا ممكن اعمل، يبقى ده اللي احنا عارفينه هنا العادي، يبقى انا استخدمت سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي البوتاسيوم برمنجانيت او البوتاسيوم دايكروميت، يبقى على طول بيديني مين؟ هيديني الفيرزر او الكورسبوندين كربوكسيليك اسيد. يعني ده لو ديت الارض الاي ار ديت حلقه فين البنزين، يبقى ده اسمه بنزل دايد يديني بنزويك اسيد. لو ديت اي الدهايد اسيتالدهايد يبقى اسمه اسيتيك اسيد. الار ديت حسب الار، الار ديت هي ايه؟ اهم حاجه ان انا عندي السي اتش او ديت كل اللي بعمله هنا بضيف عليها ايه؟ بضيف عليها كمان اكسجين، تتحول الى سي او او اتش، سي او او اتش كاني زودت اكسجين فقط. بعد كده في عندي ايودو، ده اللي هو الايه؟ اللي هو الاوردينري اوكسيديشن بالسترونج اوكسيدايزنج ايجنت، ده الايودو فورم رياكشن اللي خدناه في العمل. قلت ان انا كنت بستخدم الايودين في وجود الصوديوم هيدروكسيد، وقلت التفاعلات ديت لازم يكون عندي، لما كنت بتكلم على الايثانول والميثانول اللي دي بدي الايثانول بده فورما الايودو فورم تيست والميثانول ما بديش، لان الايثانول كان بيحصل له عمليه اوكسيديشن بالصوديوم هيدروكسيد والايودين يحصل له وان ستيب اوكسيديشن وكان بيتحول لاسيتالدهايد. فجنرال اهم حاجه الالدهايد والكيتون او الكربونايل كومبوند، اهم حاجه المويتيل او الجزئيه اللي عندها سي اتش 3 سي دبل بوند او تكون موجوده. لو الموجوده في ده يديني الايودو فورم تيست اللي كان بيديني راسب اصفر يلو بي بي تي اللي عملناه في العملي. اهم حاجه عندي في الايودو فورم تيست الجزئيه ده هي تكون موجوده عندي عشان تديني بوزيتيف ايودو فورم تيست سي اتش 3 سي دبل بوند او. بدل موجوده السي او والسي سواء كانت الدهايد او كيتون متصله بميثيل جروب، يبقى التفاعل ده بقول عليه بيدينا بوزيتيف ايودو فورم تيست. مش موجوده يبقى ما يديش ليا بوزيتيف ايودو فورم تيست. يعني لو انا عندي هنا فورمال دهايد، هل ده يدي؟ الفورمال دهايد ديت عباره عن اتش ودي عباره عن اتش، ما يديش. عباره عن بنزل دهايد، بنزل دهايد دي عباره عن حلقه بنزين متصله بسي دبل بوند او اتش، ما يديش الايودو فورم تيست. يبقى قلت لازم عندي سي اتش 3 سي دبل بوند او. مش موجوده السي اتش 3 اتاتشت بالسي دبل بوند او، يبقى ده ما يديش ليا الايودو فورم تيست على طول قولا واحدا. الخلاصه لما بعمل عمليه الاكسديشن بالايودو فورم تيست
الجزء ده CH3 سي دبل بوند قلت اللي لازم يكون ثابت عندي في كل الالدهايد او الكيتونز اللي انا بقول عليها تديني الايودو فورميتس. يعني لو قلت لك الاسيتوفينون ده يدي ايودو فورميتس ولا ما يديش؟ الاسيتوفينون اللي هو كان عباره عن الاردهيه حلقه بنزين سي دبل بوند او سي اتش 3 يبقى ده يدي ايودو فورميتس. يبقى سيادتك لازم تكون عارف رمز الاسيتوفينون. يبقى ده لما يحصل له عمليه اوكسيديشن نتيجه للايودو فورم يبقى ده هو هيديني الجزء ايه ده بقى على طول بقى اخد بالي السي اتش 3 اللي موجود عندي ديت بتتحول الى سي اتش اي 3 بيقول عليها تراي ايودو ميثين مش الميثين العادي سي اتش 4 هستبدل 3 هيدروجين ب 3 اي يبقى اسمه تراي ايودو ميثين يبقى هو ده الايودو فورم ده الراس الاصفر سي اتش اي 3 تراي ايودو ميثين او ايودو فورم يبقى هو الايودو فورم هو التراي ايودو ميثين يعني اقول لك الايودو فورم هو عباره عن ايه تراي ايودو ميثين تراي ايودو ايثين لا تراي ايودو ميثين او داي ايودو ميثين الناس تخلي بالها تراي ايودو ميثين طيب الجزء اللي تحت ده الار سي دبل بوند تكون الار ديت تكون زي ما تكون الجزء ده بيتحول الى الصوديوم سولت بتاع الاسيد يعني تديني ار سي دبل بوند او انا قلت الاسيد عباره عن ار سي دبل كربوكسيليك اسيد جروب ار سي دبل بوند او او اتش ونتيجه ان ده موجود في بيزك ميديا فالاتش هنا بستبدلها بمين بالصوديوم يطلع لي الشكل ده ار سي دبل بوند او او ان ايه يبقى بيديني الصوديوم سولت اوف اسيد صوديوم سولت ده صوديوم اهوت صوديوم سولت اوف اسيد ار سي دبل بوند او او اتش يعني لو دي ميثايل يبقى اسمه صوديوم اسيتيت لو دي ميثيل يبقى اداني الاسيتيك اسيد ونتيجه ان هو موجود في بيزك ميديا الاتش بيخرج از بروتون ويحل محله الصوديوم يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه صوديوم اسيتيت لو ديت اسيل يبقى اسمه صوديوم بروبينيت بروبيونيت مش عندي ثلاثه كربون واحد واثنين من الاسيل يبقى اسمه صوديوم بروبيونيت لو دي ثلاثه كربون يبقى صوديوم بيوتانويت بيوتانويك اسيد لو عندي مثال ده زي الراجل ده بيقول عليه اثنين بنتانون اثنين بنتانون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبعد من الناحيه اللي تدي للكيتون سي دبل بوند وقال لي رقم بقول عليه اثنين بنتانون اثنين يعني ايه؟ اثنين بنتانون يعني الاون الكيتون الجروب موجود على الكربون رقم اثنين طب ده الايودو فورم تيست الراجل ده يدي ولا ما يديش يدي لان عندي سي اتش 3 سي دبل بوند او خلاص خلصت يبقى سي اتش 3 هتتحول الى سي اتش اي 3 اللي هو تراي ايودو ميثين موجود بعد كده الجزء اللي عندي ده CH3 CH2 CH2 CO ازود عليه هنا كمان ايه؟ على الكربون ديت ONA او الـ OH بتاعت الكربوكسيليك اسيد يعني الكيتون الجروب بتحول لكربوكسيليك اسيد جروب عشان كده سميت عمليه اوكسيديشن يعني ليه ده حاطط له رقم بيه في عمليه الاوكسيديشن؟ لان انا عندي كيتون او الدهايد لما بيحصل له فيرزر اوكسيديشن يعني بتحول الاوكسيديشن ستيت اللي اعلى منه يبقى هو كان الدهايد اتحول الى ايه؟ اتحول الى كربوكسيليك اسيد. كان هنا كيتون اللي كنت بقول عليه صعب عمليه الاوكسيديشن له بمين؟ بالاوردينري اوكسيدايزنج ايجنت زي البوتاسيوم كروميت، البوتاسيوم برمنجانيت، انما بالايودو فورم الكيتون بيحصل له عمليه اوكسيديشن، بس اهم شيء يكون موجود فيه مين؟ السي اتش 3 سي او سواء كان الدهايد او كيتون. سواء كان الدهايد او كيتون. في عندي نوع ثالث من الاوكسيديشن حاجه اسمه بيرفيلجر اوكسيديشن، ده برضه بيعمل عمليه اوكسيديشن للالدهايد والكيتون. سواء كان موجود عندي مين سواء كان موجود عند الدايد او كيتون سواء كان اروماتيك او ايه او اليفاتيك الراجل ده بيستخدم حاجه اسمها البير اسيد هو اللي بيعمل جوه عمليه الاوكسيديشن بير فيلجر اوكسيديشن ده بيعمل اوكسيديشن الالدهايد والكيتون كل ما هنالك ايه اللي بيعمله بيجيب لي الالكايل جروب اللي موجود عندي او الارايل جروب لو هو اروماتيك زي الاسيتوفينون ده يعني الاسيتوفينون لو قلت لك ده بيدي لي ايدو فورم ولا ما يديش يدي ليه اللي كنت بسال عليه من شويه قلت لك لازم تعرف شكله لان في سي اتش 3 سي دبل بوند او يبقى ديت هتتحول الى سي اتش اي 3 اللي هو الايدو فورم والجزء ده يديني حلقه بنزين سي دبل بوند او او ان اي وموجود على هيئه ان ايه ليه؟ لان كان عندي هناك في الايدو فورم الميديا بيزك فيها صوديوم هيدروكسيد يبقى اداني صوديوم بنزويت مش حلقه بنزين وسي او او اتش بنزويك اسيد وجود الصوديوم هيدروكسيد تتحول الى صوديوم بنزويت عشان كده قلت الاسيتوفينون بيدي الايدو فورم تيست ليه؟ سي اتش 3 سي او موجوده طالما دي موجوده يدي ايدو فورم مش موجوده ما يديش ليها الايدو فورم سي او لازم يكون اتاتشد بسي اتش 3 لان السي اتش 3 ده السورس بتاع مين؟ الايدو فورم للسي اتش 3 انا كده بتكلم في مين في الايودو فورم انما هنا في البيرفيلجر اوكسيديشن كل ما الراجل بيعمله ده بيستخدم حاجه اسمها البير اسيد يعني ده الاسيتيك اسيد العادي احذف الاو ديت اللي عليها السهم يبقى الراجل اللي عندي ده لو ديت ميثيل جروب لو الارض ميثيل جروب يبقى اسمه اسيتيك اسيد ده لما زودت كمان اكسجين هنا المفروض الكربوكسيليك اسيد جروب العاديه سي او او اتش مفيش او من دول يعني دول واحده بس او ده بزودت كمان او يبقى اسمه بير اسيد يعني اسيتيك اسيد يبقى اسمه بير اسيتيك اسيد بروبيونيك اسيد اسمه بير بروبيونيك اسيد
كأن ما الووتر بيقول عليها H2O، لما حطيتها لها كمان O بقت H2O2، كان اسمه ايه؟ لما خدته في الاناليكت اسمه هيدروجين بيروكسايد. يبقى كلمة بير يعني في عندي اكسجين ايه؟ بيروكسايد يعني في عندي اكسجين ايه؟ اكسجين زيادة. فده بقول عليه بيروكسي اسيد، بيروكسي اسيد. كلمة بيروكسي اسيد ان انا عندي اليفاتيك او اروماتيك اسيد الكربوكسيليك اسيد جروب زياده عليها اكسجين، وهو ده اللي باخده علشان اعمل بيه عمليه الاكسديشن. اخد الاكسجين الزياده اللي من هنا واجي احطه بين السي دبل بوند او والايه والايه حلقه الالكايل جروب او الحلقه الكبيره اللي موجوده عندي زي حلقه الايه البنزين. وده له ميكانيزم طويل جدا، يعني ايه مش الوقت مش هيسعفنا ان احنا ايه نتكلم في الميكانيزم بتاعه. اهم حاجه ان البرودكت اللي خرج عندي ده عباره عن ايه؟ سي دبل بوند او وهنا ار كربون وهنا كربون، يبقى الراجل ده عباره عن استر فانكشن جروب. ده فانكشن جروب بتاع استر، يبقى البيرفيرجر اوكسيديشن بستخدمه عشان يعمل ايه؟ يبقى اول حاجه بستخدمه عشان يعمل لي كونفرشن للالدهايد او الكيتون سواء كانت اليفاتيك او اروماتيك ويحولها لي الى استر سي دبل بوند او او وهنا ار كربون وهنا كربون، يبقى ده اسمه استر. يعني ده بقول عليه فينيل اسيتات، مش انا قلت سي اتش 3 سي او او اتش اسمه اسيتيك اسيد، ده بقى انا هستبدل الاتش بمجموعه فينيل يبقى اسمه فينيل اسيتيت. الجزء ده او سي دبل بوند او سي اتش 3 اسمه اسيتات، وشرحنا الكلام ده مرارا وتكرارا في العمل، يبقى اسمه فينيل اسيتيت. يبقى مجمل التفاعل ده ان انا حولت الالدهايد او الكيتون خصوصا الكيتون بحوله الى الايه؟ الى استر. عن طريق مين؟ عن طريق ان انا بستخدم البير اسيد، بستخدم البير ايه؟ البير اسيد. بعد كده اخر حاجه عندي في الاكسديشن ده بستخدم حاجه اسمها كانيزارو رياكشن. اخونا كانيزارو ده بيعمل ايه؟ كانيزارو ده عكس بقى الايودو فورم. كانيزارو بيعمل حاجه اسمها سيلف اوكسيديشن ريدكشن للالدهايد والكيتون التي لا تحتوي على اسيديك الفا هيدروجين. لو تفتكروا في العمل انا لما كنت بتكلم على الالدهايد او الكيتون ده سي دبل بوند او في المحاضره الجايه هيبقى كلها تفاعلات نتيجه لوجود عندي الفا اسيديك هيدروجين. لما يبقى عندي كربون وبعدها على طول كربون والكربون ديت عليها هيدروجين بقول عليها الفا كربون تحتوي الفا هيدروجين، يبقى دي الكربون اللي بعد الكربونيل جروب سواء كانت الدايد او كيتون بقول عليها الفا كربون. فالالفا كربون هنا عشان يديني العضو فورم لازم يكون عليها 3 هيدروجين. الاسيد الكانيزارو رياكشن يكون عندي الالفا كربون اللي ماسكه في السي دبل بوند او بتاعت الكربونيل جروب ليس عليها الفا هيدروجين، ليس عليها الفا ايه؟ الفا هيدروجين، ليس عليها الفا هيدروجين. يبقى في الحاله ديت، الحاله ديت التفاعل ده ايه اللي هيحصل؟ يعني لو عندنا فورمالدهايد يدي كانيزارو رياكشن، اسيتالدهايد لو جه سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش ده يدي كانيزارو رياكشن، ما يديش كانيزارو رياكشن. قلت البنزالدهايد ديت عباره عن حلقه بنزين يبقى يدي كانيزارو رياكشن. يبقى ايه الفرق بين الكانيزارو والايودو فورم؟ الايودو فورم يبقى لازم يكون عندي الفا كربون عليها 3 هيدروجين. الايودو فورم ممكن ما يبقاش عندي الالفا كربون، يبقى لازم عندي، قلت في الايودو فورم يبقى لازم يكون عندي الفا كربون اللي هي الكربون اللي هي دايركت اتاتش بالكربون بتاعت الكربونيل جروب وعليها اتليست 3 هيدروجين، ده يديني الايودو فورم تيست. كانيزارو رياكشن ممكن يكون عندي الفا كربون بس عشان يدي كانيزارو لازم لا تحتوي على الفا هيدروجين. ممكن اصلا الكربون بتاعت الكربونيل جروب في كانيزارو رياكشن لا ماسكه في الفا في الفا كربون وبالتالي بلا مش ماسكه في الفا كربون وبالتالي ما فيش عليها الفا هيدروجين. زي الفورمالدهايد، الفورمالدهايد يدي كانيزارو رياكشن ما يديش الايودو فورم. البنزالدهايد ديت حلقه بنزين فين الجروب؟ ما فيش، يبقى كربون ماسكه كربون ماسكه فيها ما فيش عليها 3 هيدروجين، يبقى ما يديش الايودو فورم. يدي مين؟ يدي كانيزارو رياكشن. يبقى انا عندي ده، يبقى المهم الخلاصه بيحصل عمليه حاجه اسمها سيلف اوكسيديشن ريدكشن، يعني المول الموليكيول اللي عندي من الالدهايد او الكيتون ده الذي لا يحتوي شروطه عشان يدي كانيزارو لا يحتوي على الفا كربون وبالتالي لا يحتوي على الفا هيدروجين، او يحتوي على الفا كربون والالفا كربون لا تحتوي على الفا هيدروجين. يبقى اللي بيدي كانيزارو رياكشن ما يديش الايودو فورم، واللي بيدي الايودو فورم ما يديش كانيزارو رياكشن. قاعده عامه هي عشان الناس ما تتلخبطش، اللي يدي كانيزارو ما يديش الايودو فورم، واللي بيدي الايودو فورم ما يديش كانيزارو. يبقى انا عندي ده قلت ده بيحصل له سيلف اوكسيديشن ريدكشن، عشان كده انا استخدمت 2 مول منه، يبقى مول منه مره هيحصل له اوكسيديشن ومره هيحصل له ريدكشن. ده الكلام ده عند وجود اللي هي الكونسنتريتد بيز زي الصوديوم هيدروكسيد. كونسنتريتد بيز زي الصوديوم هيدروكسيد. يبقى السيلف اوكسيديشن ريدكشن ده هوت في وجود كونسنتريتد solution of alkali as sodium hydroxide. يبقى الاكسديشن البنزالدهايد لو ديت الدهايد او فورمالدهايد يبقى ده هيتحول الفرزر او الكورسبوندنت كربوكسيليك اسيد سي او او اتش سي ار سي او او اتش
وده وتحولت الى ان ايه ليه زي ما قلت في الاودو فورم نتيجه ان هي موجوده في بيزك ميديا، فالاسيد هيجي يتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد الاتش هيخرج ويحل محله مين الان ايه، يبقى اديني صوديوم صوديوم كربوكسيليت حسب الاسيد اللي موجود عندي. يعني لو ديت فورمال دايد يبقى اديني صوديوم فورميت، بنزل دايد يبقى يديني صوديوم بنزويت، يبقى ديت عباره عن حلقه بنزين. لو في الفورمال فورميك اسيد يبقى ديت مكان الاي ار ديت عباره عن اتش فقط، عباره عن اتش ايه اتش فقط. ده بالريدكشن المول الثاني من ده من الالدهايد ده اللي بدي كانزاره وشروطه مطبقه عليه. لما ده يحصل له ريدكشن للالدهايد بيتحول الى ايه؟ طب احنا عارفين بيتحول الى الالكول بالظبط. يبقى لو ده عباره عن بنزال دهايد يبقى يتحول الى بنزيل الكول، كان بضيف هنا هيدروجين، وزي ما قلت ازاي بكون الالكول، الباي بوند هتطلع على او تديني او اتش، يبقى لازم سي اتش 2 او اتش زي ما اتكلمنا في اول المحاضره. ازاي ما بعمل ريدكشن للالدهايد او الكيتون بتديني مين؟ بتديني الايه؟ الكورسبوندنج الكول. يبقى لو ده فورمال دهايد، لو دي فورمال دهايد يعني دي اتش، يبقى البرودكت اللي عندي ده هيبقى عباره عن ايه؟ هضيف هنا اتش ودي تتحول الى او اتش، يبقى ده عباره عن ميثانول. لو ده بنزال دهايد يعني الاي ار ده حلقه بنزين يديني البنزايل الكول، اي ار سي اتش 2 اسمها مجموعه بنزايل، حلقه بنزين وماسك فيها سي اتش 2 اسمها مجموعه بنزايل، يبقى اسمه بنزايل ايه؟ بنزايل الكول. يبقى مول 2 مولز، مول بيحصل له اوكسيديشن يديني الاسيد، ومول بيحصل له ريدكشن يديني مين؟ يديني الالكول. الرمز اللي انا كاتبه ده عباره عن ايه يا شباب؟ محدش يقول ايه المرسوم ده وايه البتاع ده هنا تايهه دي ولا ايه؟ لا دي عباره عن الفورمال دهايد بس بالبوند لاين ديت، الكربون ديت ماسكه في مين؟ في 2 اتش. عشان كده بيدي برضو مين؟ زي ما ده البنزل دهايد لو دي حلقه بنزين هيديني مين؟ هيديني يبقى كل الاروماتيك الدهايد قاعده عامه، كل الاروماتيك الدهايد والفورمال دهايد يدولي كانيزارو رياكشن. كل الاروماتيك الدهايد وليس الكيتونيك اروماتيك او الاروماتيك كيتون، كل الاروماتيك الدهايد معاهم الفورمال دهايد كلهم يدوني الايه؟ كانيزارو رياكشن، وما يدوش ليا الايودو فورم. ليه؟ نتيجه ان ده ما فيش فيه الالفا كربون اللي فيه، ما فيش فيها الفا هيدروجين، او لو في الفا كربون بالتاكيد ما فيش فيها عليها الفا هيدروجين، وممكن ما يكونش عندي الفا كربون من الاصل زي مين؟ زي الفورمال دهايد سي دبل بوند او ما فيش كربون ثانيه عليه 2 هيدروجين. ماشي؟ يبقى كل الاروماتيك الدهايد زائد الفورمال دهايد يدولي كانيزارو وما يدوش ليا مين؟ الايودو فورم ايه؟ تيست. انما الايودو فورم عندي سي اتش 3 سي او الموجة دي موجوده او الجزئيه دي موجوده، يبقى اديني الايودو فورم تيست ولا تعطيني مين؟ ما تديش ليا ايه؟ كانيزارو ايه؟ كانيزارو رياكشن. يا رب كده اكون المعلومات دي توصلت لكم بسهوله، ولو انا عندي الناس لو فيها عندي اي سؤال على الخاص انا تحت امركم، وان شاء الله ربنا يكرم كده، وان شاء الله ممكن يكون فيه محاضره ثانيه قريبه خلال الاسبوع ده عشان نخلص الالدهايد والكيتون، والله المستعان وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.